مصر هتفضل طول عمرها بلد الأمن والأمان. بلدنا مش ماشية كده سبهلالة، لا، احنا دولة مؤسسات وهنفضل دولة مؤسسات. وانا مش بقول الكلام ده كلام مرسل كده ولا بطبل الحكومة حاشا لله زي ما بيقولوا عليا، لا، انا بقول كلام مدعم بالأدلة. اها اهو الأدلة اهي. هتقولولي ايه هي الأدلة؟ اقولك انا اهو. أوتوبيس 35 بيروح الحي السادس، عباسية، عين شمس، المؤسسة. أوتوبيس 937 مؤسسة الزكاة، عين شمس، الحلمية، عباسية، عتبة. أوتوبيس 987 أبو وفية، عتبة، منشأة ناصر. هتقولي أمال فين المؤسسة؟ عادي، انزل خد ميكروباص للمؤسسة أو امشي. في عندنا بقى أوتوبيس 678 ده بتاع اختبار الليمونه، يعني ده الهواة التحرش، ده ملناش دعوه بيه. اللي عايزه اقوله لحضراتكم، يعني الحكومه عايزينها تعمل ايه تاني اكتر من كده؟ احنا ما عندناش اكتر من المؤسسات والنظام. عمر ما البلطجه هتحل محل النظام ابدا. والحكومه زي ما انتم شايفين بتحارب البلطجه والتزعزع الامني. في واحد اتقتل في كافيه في مصر الجديده من يومين. الحكومة عملت ايه؟ لمت شيش وكسرت كافيهات في المهندسين عشان تاخد حق الراجل الغلبان اللي مات. ولسه محدش هيبلطج والحكومة مش ساكتة. معانا اتصال من الأستاذ محسن من المهندسين. أهلا بيك يا أستاذ محسن. مساء الخير يا أستاذ إنجي. مساء النور. معلش حضرتك، يعني أنا فاتح كافيه واخد ترخيص المنشأة مطعم عمومي، يعني أكل وكافيه وشيشة. تمام، وبعد كده؟ بيجوا بقى يقولوا لنا فين ترخيص الشيشة؟ نروح نطلع ترخيص الشيشة، يقولوا لنا مفيش ترخيص. طب ليه مفيش؟ طب بتطلبونا ليه نطلعه؟ يقول لك هو كده. هي عافية يعني يا أستاذة؟ إحنا بقى كمان عافية بنشغل الشيشة وبنسلك أمورنا. لا 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 يا أستاذ محسن، مفيش حاجة اسمها عافية، لا. اللي يتعافى على الحكومة بيخسر عافيته، احنا بنحارب البلطجة، وبعدين يعني ايه كسروا الشيش؟ مش حرام؟ ما حضرتك الكافيهات دي مش شغالة برضه ناس، ده أكل عيشه، يعني أنت كده هتخرج بلطجة تاني، يعني الناس في الشوارع تعمل إيه؟ مش هيلاقوا شغل، هيطلعوا يضربوا في الناس. بص بقى، أنا عارفك أصلا يا إنجي، أنت أصلا مطبلطية بتاعت الحكومة، وعارف أصلا أنت بتتكلمي باسم الحكومة. الو الو تقريبا الخط قطع مع الاستاذ محسن. نرجو ان حضرتك تعاود الاتصال بينا مره تانية على ما نغير الحجر، قصدي فاصل، ونرجع نستكمل مكالمتكم عن البلطجه. ايه يا ابني، هو ده النظام؟ هتاخد علبه العسل الاسود ام 3 جنيه، تاخد عليها اوفر علبه الطحينه ام 4 جنيه، يبقى كده انت حسابك لا مؤاخذه 7 جنيه. 7 جنيه؟ ازاي بس يا معلم؟ بعدين ما حضرتك قلت له اوفر، هو الاوفر زي ما حضرتك بتقول يبقى علبه الطحينه بتاعتك دي تبقى يعني المفروض تبقى منك كده هديه. منك كده هديه؟ ليه يا اخويا؟ بيني وبينك ايه يا اخويا عشان اهديك؟ هو ده النظام. خلاص ماشي يا معلم ما تزعليش. طيب بعدين انا ما طلبتش منك طحينه، انا طلب منك علبه عسل وبس. علبه عسل وبس؟ هو يا جدعان العسل الاسود يتاكل من غير طحينه؟ انت عايز تجنني؟ وبعدين وانا مالي؟ ما هم متدبسين في بعضيهم. اللهم طول لك يا روح، انا استبحت بوش مني النهارده يا جماعه. هي عافيه يعني يا معلم؟ عافيه. ويلا يا عم غور من هنا يا عم، ما تشتريش لا عسل ولا طحينه، يلا غور في داهيه. غور؟ روح يا شيخ الله يكسرك. الله يخليك يا عم. غور في داهيه يا عم، امشي غور في داهيه. يا قط يا قط، مياو. قط قط يا قط. صباح الفل. صباح الفل يا سيدي المعلمين. تعشى بشاي؟ لا انا عايز حاجه ساعه كنز. عيني ولا حوده، علبه كنز ياد بسرعه. بقول لك ايه يا قط؟ قمر. انا كنت عايزك كده في مشوار شقاوه. مشوار ده ناشف ولا زعليق؟ يعني ايه؟ يعني دماء ورمال ولا بلا ضحايا؟ لا ناشف ان شاء الله، بس يعني كده في احتمال سقوط امطار. اسمعك. تسمع ايه؟ بتديني قفاك وانت جاي تحلق؟ يا عم بص لي هنا يا عم. مؤاخذه يا معلم،
بقول لك ايه؟ قول. عارف المعلم جنط اللي عنده أجانس في الشارع اللي ورانا؟ اه. عليه ليا فلوس وشيكات ومش عايز يدفعهم، وبصراحة يعني أنا قلت كده لو تروح تضرب كارت إرهاب تبقى خدمتني، ولا أنت مالكش في الإرهاب؟ ها ماليش في الإرهاب؟ ده أنا خريج إرهاب قسم أفغاني، أنا داعش بيجوا واخدوا كورسات عندي. الله 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 الله، لو على كده بقى أنا عايزك تصور لي المعركة دي فيديو عشان أنزلها له على النت وأذل اللي خلفوه. اه بس كده الموضوع هيبقى مكلف شويه يا سيدي المعلمين. ولا يهمك، بس انا بجيب مدير تصوير من بره اسمه كريم الحكيم. ولا يهمك، بقول لك رقبتي 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 سداده، بس المهم الفلوس ترجع. لا اعتبر الفلوس رجعت وحقك خلاص عندي. اللهم صل على النبي. حقه عند القط. ما انا ما بحبش اتكلم عن نفسي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا قلت برضو معرفت البلطجيه كنز. الف شكر يا سيدي المعلمين. الله يخليك. ايه ده، الله يخرب بيتك. ولا يهمك، انا قلت قط برضو. نيمار الغدار، انيستا الرسام، مثل أسطورة ويوزع الكرة. جول جول. شنو هذا شنو هذا يا سادة؟ ايه الغلاسة دي؟ انا كنت خلاص كنت اكسب الجيم. عايزة اتفرج على مسلسل التركي. هو ايه المسلسل؟ انا كان فاضل لي جونين واكسب الماتش. اكيد مش هفوت المسلسل التركي عشان الجونين بتوعك يعني. هو ايه الغلاسه دي يعني؟ هات الريموت بعد اذنك. انا هتفرج على مسلسل يا سولي. هي ايه عافيه يعني؟ اه عافيه. طب بس بقى بدل ما اعمل معاكي الجلاشه. ولد ايه الجلاشه دي؟ سمعت الكلمه دي فين؟ عم شريف القط البلطجي كان بيقولها بصوت المسارسع ده، كان قاعد يقول مش شريف القط اللي تعمل معاه الجلاشه. قط ايه وفرق ايه؟ وعمه شريف القط البلطجي بقى عمه؟ مش فاهمه يعني بلطجي بقى مثلك الاعلى؟ هجام لفرحتي. بقولك ايه، مش عايزه اسمع الكلام ده تاني خالص، مفهوم؟ المهم يا ماي برضو بتبلطج عليا، مش عايزه تديني ريموت، عايزه العب بلاي ستيشن. يعني في ايه؟ ما انا كمان عايزه اتفرج على مسلسل التركي. طبعا يا بتاعه المحن، تقومي فارضه عليه رايك بقوه. خلاص كلكم بقيتوا بلطجيه، قوموا انتوا الاثنين على اوضكم، لا في بلاي ستيشن ولا في مسلسل تركي. يلا يا بتاعت يوسف. ايه يا مامي، هي عافيه؟ بت مش عايزه اسمع ولا كلمه، قومي. مامي. نعم. هو فرض الراي بالقوه دي مش بلطجه؟ ولد. لا انا بسال بس. ولا قوم ادخل اوضتك بدل ما اعمل معاك الجلاش. عيال قليل التربيه، الجلاشه قال. هو الجورنان ده هو هو ولا ايه؟ يخرب بيتك وبيت يومك، يخرب بيتك وقعت البضاعة. ايه مالك يا حليتها؟ تقول لي المشوار طلع كله زحلقة كبير. تقول لي هتمطر، أنا جابت سيول يابا. جابت سيول يابا؟ يا نهار اسود، وعامل لي داعش وارهاب وسبع رجالة في بعضيها وحتة مشوار صايس ملوش أي تلاتة لازمة؟ ترجع لي متخرشم كده يا قطتي. خلاص خلاص يا كبير، حقك عندي، والحق اللي عند القط ما يروحش. العيال دي هيتعلم عليها مكره وفي منطقتها. والله بس انت بس نافيني قلب الميرسول من جوه، ولا عشان ولا وقعت مني في الخناقه. وقعت منك في الخناقه؟ يا خرب بيتك يا شعبان، منه لله منه لله. يا عم ما خلاص قلت لك بقى حقك عندي. الله هجيب لك حقك بكره، بس انت بس ابعت معايا رجلين جامدين من عندك وانا افرغ لك الشقاوة. ايوه انا فعلا هبعت معاك رجلين اقوياء عشان يوروك معنى الشقاوة. يا حلوة انت يا مطبوط، يا بطبوتي انت يا بطة. طب بقول لك يا كبير. ايه؟ ما تقفل المحل وتتوارى عن الانظار اليومين دول شوية. ليه بقى ان شاء الله؟ ابدا، اصل المعلم جنط وهم بيكهربوني خلاني اعترفت عليك وقلت له على كل حاجه، وهم زمانهم جايين ورايا دلوقتي، بس انا جيت بالطريق مختصر. الله يخرب بيتك، المعلم جنط جاي هنا؟ قوم غور من وشي. الله يخرب بيتك وبيت يومك. مساء الخير يا فندم، فاتورة الكهرباء 2967 جنيه. كم؟
2967 جنيه. ليه؟ ده انا دافع الشهر اللي فات 596 جنيه. وحصل ايه؟ العداد اتخرم؟ لا 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 اتخرم ولا حاجه يا فندم، هو بس تلاقي استهلاك الكهرباء زياده شويه. زياده شويه؟ زياده شويه ازاي؟ اذا كان مفيش حد جه قرا العداد، ده انا لو بكهرب العيال وامهم مش هدفع الثمن ده. انتوا بتحسبوا الاستهلاك ازاي؟ حسبت ايه يا فندم؟ ده تقدير جزافي كل سنه وانت طيب. احنا في شهور الصيف، والصيف الدنيا حر نار، والناس بتستخدم بقى التكييفات، تلاقي ده اللي عمل استهلاك كهرباء زياده شويه. زياده شويه؟ اه كهرباء زياده شويه عشان الصيف. اه واحنا اساسا في الشتاء، يعني ايه؟ ايوه صحيح احنا في الشتاء. ايه الشتاء يا فندم؟ كل سنه وانت طيب، شهور الشتاء ساقعه خالص، الدفايات استهلاك الكهرباء بيزيد شويه. اه الدفايات، الدفايات. اه ما احنا كده هندفع وكده هندفع، ما هي بلطجه مش كده؟ لا لا بلطجه ايه يا فندم؟ حضرتك تقدر تعمل تظلم في العباسيه، مشوار تخبطوا لحد العباسيه هناك تعمل شكوى، يفحصوا الشكوى، يجوا ياخدوا العداد القديم علشان مش مظبوط، يفحصوا العداد القديم، يجيبوا عداد جديد، وبين العداد القديم والعداد الجديد انصحك نصيحه صريحه مريحه، اوعى اوعى تستخدم التيار الكهربي والا هيتعمل لك محضر سرقه تيار كهرباء. خلاص مناخيرك هتخرم صدري. يعني اعمل ايه يعني؟ اجيب زلطتين واولع فيهم واعمل خيال الظل وافرج العيال على التلفزيون؟ طب هي المده دي قد ايه؟ من 6 شهور لسنه، لو اكتشفنا هناك في اداره الكهرباء انك ليك فلوس ما تقلقش على فلوسك. فلوسك هتاخدها، هتخصم من الفواتير اللي جايه في خلال 93 شهر. هايل، 93 شهر، ولو ليا فلوس هاخدها، اللي عند الحكومة ما بيروحش. طبعًا أنت تؤمر، أنا هعمل لك اللي أنت عايزه. حبيبي اتفضل. ثواني وجاي. ها؟ بقشيش بقى. اه مالك. الله يبارك لك. حدد أي فكة. قول يا ابن الكلب يا سافل من هنا. ليه؟ هندفع لكم منين يا اولاد الكلب يا رمم؟ يا منال ما ينفعش كده النهارده، اليوم بتاعي. لا يا حبيبتي، انت تسهري لوحدك في اوضتك، تبصي للسقف وتتأملي في الكرانيش اللي انا دافعه ثمنها، بس النهارده شريف ليا انا. ما هو يا اختي كان اليوم بتاعك امبارح، وانا سبتهولك اول امبارح عشان كنت تعبانه. بس انا امبارح واول كنت منيقه ومودي وحش، لكن انا النهارده مزاجي عالي وهستضيف شريف. طب ايه رايك يا منال ان انا اللي هاخده؟ يعني انا اللي هاخده النهارده. كويس قوي، جربتي. وهي هو شريف ده ملوش راي؟ لا. طب خلاص انا كنت بسال بس. اغزي الشيطان يا منال وهاتي شريف النهارده. ميسون، لو قربتي من شريف هغزك واغزه واقول قفشك مع الدليفري وخلصته على بعض. يا جماعه انا مقدر حبكم ليا بس مش لدرجه الغز. طب ايه رايك يا منال بقى لو عملتي كده لملالك الصاله دي كلها ميه وكهربها لك ووصلها لك بالسشوار وموتك انت وهو يا منال. قصدكم ايه؟ يعني انا كده هتاذي وكده هتاذي؟ ايوه. طب خلاص جاست كويستشن يا جماعه، بس لازم تفهموا حاجه، انت وهي بالارهاب اللي انتوا عاملينه لي ده لا هينفع بات معاكي ولا هينفع بات معاكي. انا بقيت خلاص كوز ميه مخروب هفرهد ودلدق. شريف ماليش دعوه، انا الزوجه الاولى وليا الاولويه. وانا يا اختي الزوجه الثانيه وليا الحق ان انا اخده 14 يوم قبل ما ارجعه عشان الضمان بيقول كده. لا بس انا ليا الاولويه لان انا حضنه. حضنه ازاي ان شاء الله؟ حضنه كده اهو. طب بقول لك ايه؟ نتفق اتفاق مع بعض انا وانت، لا انا ولا انت. يبقى يبات بره. يلا بره. يلا بره، مش ناقصين قرف. امشي بقى اتخنقت. يلا يا اختي بقى قرفتنا. امشي تعبت اعصابي. انا هوريك القرف. هنا تعملي لنا ايه يا يلا ماشي. يلا امشي. ايه القرف ده؟ يخرب بيت الجواز اللي بالشكل ده. حاجه تقرف. ايه ده كله؟ امشي تعبه اعصابك ليه؟ وانت يا اختي تعبه اعصابك ليه؟ عايزه مني ايه اصلا؟ فيك القرف عليكي وعلى معرفتك. اه بنتي اتفضل قدامي. امشي. اللي اتأدب. ايه ده؟ خير؟ في ايه يا علي؟ اتفضلي يا هاني. انا يستدعوني في المدرسه ويقولوا لي ابنك بيبلطج على العيال. يا لهوي يا سولي، ليه كده بس يا حبيبي؟ ضربت مين تاني؟ اتخانقت مع يوسف؟ يا ريت، كنت قلت عادي، ما كل الصبيان بتضرب وتتضرب.
امال ايه يا علي؟ في ايه؟ فهمني بالراحه. ابنك يا استاذه بيبلطج على العيال وفرض عليهم اتاوى. اتاوى؟ بيحميهم من حد مثلا؟ باماره ايه يا ابني؟ ده انت ادخن حاجه فيك شعرك. المهم الموضوع بس فيه سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ البيه فاكك قعده التواليت في المدرسه وفرض على العيال اتاوى ومسعر البيبي 3 جنيه واللي ما يدفعش ما يدلوش القعده. البيبي ب 3 جنيه؟ امال الكيكي بكام؟ ب 5 جنيه يا مامي. هو ده كل اللي همك؟ البيبي بكام والكيكي بكام؟ مش قصدي يا علي، بس يعني لو ابني بلطجي ماشي اعديها، انما يبقى مستغل وجشع ويستغل حاجه الناس لا. هو بيقول لك بيبيع البيبي في السوق السوداء. بقول لك عامل فرد على عيال المدرسه، بكره يقعد لنا بشمسيه على باب الحمام، ها، ويعمل علينا فرد احنا كمان وما نخشش غير بالكارته. ايوه يا علي اهدى بس شويه كده، يمكن الولد عنده وجهه نظر نسمعها، او يمكن كان مثلا بيهزر ولا حاجه. قول لي يا صالح يا حبيبي، انت فعلا كنت بتاخد اتاوى من الولاد على التواليت، ولا كنت بتقدم لهم ده نظير خدمه مثلا تجيب لهم كلينكس وابس كمان؟ والله يا مامي. شفت بقى يا حبيبي، شفت اهو الولد ما عملش حاجه غلط، وبعدين يعني هو بيعمل شغلانه مشروعه بيعملوها اولاد كتيره جدا في سنه في مطاعم وكافيهات. وهم في المطاعم والكافيهات بيفكوا قعده التواليت وما بيدوهاش غير للي بيدفع. يوه يا علي لازم يحافظ عليها، مش بقت عهدته. عهدته؟ انت هتجننيني انت وابنك؟ قال عهدته قال. الله، مش احسن ما ياكل من الحرام؟ حرام ايه؟ انت هتجننيني؟ والله دي عيله تجنن. روح يا شيخه، روح يا شيخه. الله الله. تعال يا زولي حبيب مامي، تعال. انت عارف يا حبيبي مامي مبسوطه منك جدا ان انت بتحاول يعني تحسن دخلك وتشتغل شغلانه، اي نعم مقرفه شويه بس اهي شغلانه. بس من امتى حبيبي وانت اتجاهاتك بقت قذره كده؟ بص يا مامي، انا شفت عمو شريف القط بيحط كاوتش في الشارع عشان ما حدش يركن غير لما يدفع، فعملت دراسه لاحتياجات زمايلي في المدرسه وشفت ان احنا ما عندناش عربيات عشان نركن، فشفت ايه بقى اكتر حاجه بيحتاجوها؟ ان هم يخشوا الحمام، فعملت زيه. اه يا حبيبي، بس عمو شريف القط ده بلطجي، يعني بيغصب الناس علشان تدفع له. هو انا بخصمهم على حاجه؟ هم اللي بيكون جايين لي محصورين. محصورين؟ ايه الكلمه دي؟ ده انا اللي كده هتحصر. لا يا حبيبي، بص يا سولي، يعني انت مثلا الحمام مش بتاعك علشان تاخد عليه فلوس، زي بالظبط ما الشارع مش بتاع عمو شريف القط. ف كده اسمها بلطجه يا حبيبي، كده اسمها بلطجه وما ينفعش نقلده. بس يا مامي من ساعتها العيال بقت تحترمني وتعملي ألف حساب. ايوه يا حبيبي هيحترموك ويعملوا لك ألف حساب، بس عمرهم ما هيحبوك، علشان ما حدش بيحب حد بياخد منه حاجه مش بتاعته عن غير وجه حق. علشان كده بص يا سولي، انا هوعدك ان بعد ما تخلص مدرسه وتخلص السنه دي انا هاخدك عندنا الاستوديو وهخليك مشرف على الحمامات، طالما ميولك كبنيهاتي كده، والمهم انها شغلانه شريفه يا حبيبتي. لا لا، استحمى الاول. يا معلمي يا معلمي. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني بتنادي عليا وما انا قاعد جنبك اهو، عايز ايه؟ يعني انت قاعد كده ومش قلقان؟ اقلق؟ قلق من ايه ياض؟ مش الوقت شريف القط قال لك تختفي من المنطقه اليومين دول عشان رجاله المعلم الجنطه بيدوروا عليك؟ يا ده انا المعلم شعبان، عارف يعني ايه المعلم شعبان؟ لا يهم واد زي جنط ده ولا رجالته، ده جنط جنط جنط، يلا جنط جنط. ايوه يا معلم، ما نخافش سلم برضه، دول خارشين الواد شريف القط واتغابوا عليه قوي يا معلم. عشان واد كويرك، انما انا ياض لا يهمني بلطجيه ولا جردات، انا المعلم شعبان. يا معلم المثل بيقول لك الكتره تغلب الشجاعه. اديك قلتها، الكتره تغلب الشجاعه، وانا هنا في منطقتي وسط اهلي وسط ناسي، الف واحد يقف لي يا ابني ده انا خيري على الكل، انا المعلم شعبان. انا خايف عليك يا معلم، رجاله الحته دول رجاله ورق واللي متغطي بهم عريان. عيب، ما تقولش كده على رجاله حتتك، ده انا لو بس واحد فكر. انا قلت احذرك بس طالما انت مطمن خلاص. شد يا معلم، شد معلم. ولا اصحى يالا. ده مصيبه، ماله متنح كده هو كانه بيت ابوه. ولا قوم يا ولد اصحى. دي كانت لعبه سودة دي، انا قمت نلعب بيه شويه ونرجع له اصحابه بدل الكلب الشيواوا اللي كنا عايزين نجيبه. ده راقد على الكنبه كانه بيعوم. قوم يالا قوم يالا. وكمان الشبشب على مخدة. قوم
قوم قوم جود مورنينج. مورنينج في عينك. اقعد فين؟ كمان اقعد فين؟ بيت امك ده اللي انت ولا امشي من هنا دلوقتي. يلا امشي. انا عايز اتغدى فته بالموزه. ده ايه الغتاته والغلاسه دي؟ ده انت صدغ يا اخي. انت مش عارف ان انا وسمين عاملين ريجيم وان النهارده الدايت بتاعنا ان احنا ناكل تونه؟ خلاص اتغدى فته بالتونه يا اختي. كان على عينينا يا ابني، بس الكنبه دي بتاعتنا احنا الاثنين. وما بحبش حد رزل يجي لنا البيت. بالظبط. وبعدين انا ومراتي قاعدين في حاله انسجام. فما تجيش انت تبوظ لنا اللحظه دي. وكمان بعد نص ساعه التلفزيون هيشتغل في فيلم يجنن، اوشن 13 بتاع جورج كلوني. كلونك ايه؟ حبيبي يا حبيبي إيه؟ اسمه جورج كلوني. ايوه عارفه العنصر الابيض. انت عارف ان هو اتجوز امل؟ امل؟ امل ابراهيم؟ لا لا لا، امل اللبنانيه بنت ايه؟ موزه ما حصلتش ابدا. وبعدين راحت قريب كشفت بقى بالسونار طلعت حامل فتوام. والله يا رب يا رب عقبالي ان شاء الله ببقى حامل فتوام. بلاش بقى الكلام ده. ايه يا اخويا؟ إيه مرتاح قوي كده؟ انت بتتصنط على كلام العائلات المحترمه؟ انا ارتحت قوي على الكنبه هنا. والله ولعلمكم انا مش رايح لبوجي وطنطم اللي انا متجوزهم دول، انا قاعد معاكم هنا خلاص. لا تقعد مع مين يا حبيبي؟ لا روح للسنافر بتوعك دول. انا عندي كلاس زومبا وزمان دلوقتي الطلبه بتوعي جايين على هنا، مش معقوله ابدا قاعد عندي هنا. ولا هتمشي يعني؟ هتمشي؟ مش همشي كدا. مش همشي. يا اما هكسر لكم البيت، هكسر لكم البيت، هكسر لكم البيت. يخرب بيتك، يخرب بيتك. بس بس ايه بتحتتنا يعني؟ انا عارفه هكسر لكم البيت. ما تكسر ويعني نجيب غيره. لا يكسر ازاي؟ حد عنده مانع؟ لا لا انا شخصيا ابني ما عنديش مانع. رجاء عندها مانع. لا انا حضرتك انا ما عنديش مانع ابدا ابدا، بس كنت بقول بعد اذن حضرتك يعني يا ريت تمشي. اتغدى وامشي. اوكي اوكي عم. تحب تاكل اكله معينه يعني؟ يعني اختار اللي انت بقى. اختار لك انا بقى حاجه تليق بشكلك اللي شبه فرده الجزمه ده. بص بقى، في طبق شعبي في الصين، في تايلاند، في المناطق دي بيحبوه او او او. تحبه مشوي ولا مقلي؟ هو ايه؟ الصراصير. مشوي او مقلي، المهم الشنب. اوكي. الضفادع محشيه ولا ساده؟ لا ساده. السوب الشوربه عاوزها سخنه ولا بارده؟ يعني بين البنين. البرص تحبه صاحي تقرقط فيه ولا مقلي؟ يهمني ديله. اوكي ديله. طيب في بقى رز بالكاكا. ده كفايه الريحه فظيعه. مش الكاكا اللي بالك بيه. كاكا، فكت الكاكا. الفاكهه. اوكي موافق موافق. اوكي. وهعمل لك بقى ايه؟ طاجن امبولا. طاجن امبولا بكل مكونات الامبولا. هتنبسط قوي. الله يخرب بيتك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بصوا معايا يا جماعه، لا اله الا الله. يا نهار اسود، ايه اللي حصل للمعلم؟ متشكرين يا جدعان، متشكرين. اركوا اركوا في الساعه، متشكرين. ما حدش يجي لكم في حاجه وحشه. يا نهار اسود، ما لكوش في حاجه وحشه. ايه اللي حصل للمعلم؟ لا لا حاجه، لقيوه في موقف العاشر فاقد النطق، والحكيمه في المستوصف بتاع الجامعه بتقوله شبه ارتجاج. بس انا من واقع خبرتي كده ضرب افضل لموت. يلا الباقي في حياتي. انا لسه صاحي يا ابن الورمه. طب فل قوي زي الفل كده. طب فوق بقى كده عشان نلحق نروح مكتب الصحه نطلع تصريح الدفن. دفن؟ انا بس اقوم وهخرب بيتك. الله يخرب بيتك. الحق عليا، الحق عليا ان انا بعد ما دليت رجاله المعلم شنط عليك رحت اجيب لك المدد. مدد؟ مدد؟ ده انا اللي همدك على رجليك. بس اقوم اقف على رجلي. يا عم روح بقى كده، انت محتاج بطاريه جديده عشان تقومك. تقومني؟ انا بس اقوم، انا بس اقوم واقسم بالله لا كنت افس في وشك. يا عم روح بقى. الله، حق عليا. ماشي انا اروح اشوف اكل عيش. بس ماشي يا منطقه القط، ماشي يا منطقه. بس لو جت المناطق التانيه بقى هزقتكوا وحطت عليكوا، انا ماليش دعوه. حدا
يابا عندك على الله حتى لو غسيف وسيبها مواها. ولا ولا تفع عليه تفع عليه تاني تفو في وجهه ولا ولا حوده يا معلم. هو نص التحتاني جه معايا ولا نص الفوقاني بس؟ هو موجود يا معلم بس شبه جثه معلم. ايه اما ضربه بس ضربه بس. ما انت اللي غلطان يا معلم محلوم بالكلسون. بقول لك ايه يا انجي، هي كلمه واحده، مفيش سفر المؤتمر ده يعني مفيش سفر المؤتمر ده. ليه بقى ان شاء الله يا علي؟ انت عارف كويس قوي ان المؤتمر ده مهم جدا واكبر صحفيات في الوطن العربي هيروحوه. انا ماليش دعوه، عايزه تسافر المؤتمر وتسيبي لي البيت يضرب يقلب وتدبسيني في العيال ومذاكرتهم؟ لا مفيش سفر يا هانم. ليه بقى؟ هي عافيه؟ احسبيها زي ما تحسبيها، وانا قلت مفيش سفر. ايه التحكمات دي؟ لعلمك بقى هسافر يعني هسافر، واعلى ما في خيلك اركبه. ليه بقى ان شاء الله؟ فاكره نفسك متجوزه شريهان يا هانم؟ انت متجوزه راجل، وانا قلت مفيش سفر يعني مفيش سفر، ولو هتسافري هخليهم يقفشوكي في المطار. يا سلام، انت فاكر ايه انك متجوز ست امينه باليشمك؟ لعلمك بقى انا اقدر. ايه ده؟ ايه الاصوات دي؟ فعلا في صوت جاي من بره. ايه اللي حصل في الشارع يا قط؟ يا احدى الفتوحات بتاعتي، مفيش حاجه عم على مع الله صغنن. المهندس محب ركن مكان الاستاذ شاكر، فجه الاستاذ شاكر راح ببلطج وقافل عليه وشد فرمل. جه المهندس محب راح متخانق معاه ومبلطج ومطجن في الكلام، قام مسكوا في بعض. نزل ابو منى يحمل استاذ شاكر راح مطجن في الكلام ومبلطج. نزل له مهندس كرونوس بيحمل استاذ محب، قام مطجن في الكلام ومبلطج، وقفشوا في بعض بقى كلهم. اهو قدلنا نص ساعه عمالين خبطوا في بعض، ما شفنا حد عينه اتصفت ولا عرض اتفتح، عمالين يرشوا في بعض زي خناقات الطرفين. وانت كنت فين لما حصل ده كله؟ مش انت المفروض بتركنهم؟ انا عدم مؤاخذه وانت فك عصره، رجعت لقيتهم اللي بيرشوا في بعض كده وقفشين في بعض. ما انا قلت قبل كده البلطجه اسلوب حياه، مش اي حد يا جدعان كده يخش في خناقه يعني. الله دي الحكومه وصلت اهو. يلا يا بنت اهو. دي مواعيد، دي مواعيد يعني سايباني بقى كل المده دي؟ اتفضل يا باشا هم معانا، الباشا بتاعنا عايزك. طب انا عامل المؤاخذه بقى، انا كنت انا اشق كده على العيال في الحجز. يلا انا عافيه. لا مش عافيه. يا عم ألف مبروك يا علي بيه، والله تستحقها. سيادة الرئيس مش هيلاقي أكفأ من حضرتك مستشار إعلامي للرئاسة يا فندم. شكرا. يا جماعة دعوني أعمل في صمت. المنصب ده تكليف مش تشريف. وأنا بوعدكم إن الإعلام في الفترة المقبلة هيشهد طفرة غير مسبوقة. أنا بشكركم جدا جدا، وأحب أخص بالشكر قوي السيد الرئيس قوي، وطبعا أحب أخص بالشكر طبعا يعني السيد رئيس الوزراء قوي على مجهوداته وعلى ثقته الغالية. لكن طبعا ما نقدرش ننسى إن احنا نخص بالشكر السادة المحافظين كلهم واحد واحد على مجهوداتهم برضو. في حاجة؟ يا عايزة تروح؟ وأحب أخص بالشكر مراتي. ودلوقتي أحب أقول لكم إحنا في مرحلة عمل عمل، والمرحلة الجاية هتبقى مرحلة مختلفة تماما تماما مختلفة تماما. ودلوقتي يا جماعة أحب أشكركم على إحساسكم الغالي، اتفضلوا على مكاتبكم. ألف مبروك يا أستاذ علي، ألف مبروك يا أستاذ علي. ألف مبروك يا أستاذ علي، أستاذ إنجي ألف مبروك. الله يبارك فيكم يا جماعة، عقبال عندكم كلكم. عقبال عندكم إيه؟ هو طهور ده منصب رفيع ما بيوصلهوش أي حد. علي
هو صحيح انت معروض عليك انك تمسك رئاسة جورنال كبير قوي؟ الحقيقة هم عارضين يا كوكي، بس انا اللي لسه يعني كده هو مزمزق شوية. ليه يا علي؟ ليه؟ دي فرصة حلوة قوي، وهو كمان بالمرة يعني تخلي ايجي تقب على وش الصحافة. اقله يعني اقله تمسك مدير تحرير. ايه؟ والله يا كوكي مش عارف، مهام منصبي الجديد في الرئاسة هتسيب لي وقت امسك رئيس تحرير ولا لا؟ لا خلاص ولا يهمك، ايجي تبقى وراك وتساندك وتساعدك، وانا كمان ممكن يعني تشوف لي في اي منصب كده يعني هنساعدك. ايه؟ ربنا يسهل يا كوكي. طيب طيب يا جماعه، انا هتكل على الله بقى عشان عندي اجتماع مهم قوي في الرئاسه. انتوا عارفين طبعا ما فيش حاجه بتمشي من غيري. عايز ارجع لها الحاجات دي زي ما هي. حاضر يا فندم. دكتور طيب، ها كامله كده زي ما هي. طفس قوي. ما همش من هنا. بس مش حركات بقى. هو علي ايقاعه وقع ليه بعد المنصب الجديد؟ مش عارفه والله يا كاميليا، مش عارفه. لا بس تصدق المكتب حلو والصح كده. بتعملي ايه؟ مالك حبيبتي مالك؟ لا مش عارفة، أنا تحولت ليه أول ما قعدت على الكرسي؟ يا أختي جت خيبة، افتكرت جالك زغطة. الواحد يقوم من على الكرسي بقى عادي يقعد يتحول. ياما. مالك يا إنجي؟ هو أنت مش مبسوطة إن جوزك بقى المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية؟ أخس عليك يا كاميليا، أكيد طبعاً مبسوطة جداً، وبعدين أنا طول عمري فخورة بعلي، بس أصل علي في دقة نقص كده قلقاني. يا جماعة شوفوا النهاردة. هي دي دقة النقص اللي قلقاني. ومرت الأيام وتحققت ظنوني. علي انشغل بمنصبه الجديد وحلق لي تماماً، والسلطة غيرته وما بقاش علي بتاع زمان، بقى بارد وعنيف ومش عاطفي، وحاجات تانية كتير اتغيرت فيه. هو لسه في حد بيسمع إبراهيم عبد القادر؟ وماله بقى إبراهيم عبد القادر يا علي؟ ما انت عارف ان انا بحب اسمع اغانيه من زمان، وانت كمان كنت بتسمعه معايا. الكلام ده كان في التسعينات. العشاء جاهز عندك في المايكروويف، سخن وكل. مايكروويف ايه بقى مع ابراهيم عبد القادر؟ قولي سخن الاكل اللي في النمليه وامر لك رغيفين. في ايه يا علي؟ انت عايز تتخانق معايا وخلاص؟ المفروض يا هانم تراعي وضع جوزك الجديد. انا جاي تعبان من الرئاسه، المفروض الاقي مراتي تقوم تهب على حيلها وتحضر العشاء. الهي يهب في وشك وابور جاز يا بعيد. حاضر يا استاذ علي، هحضر لك العشاء دقايق ويكون جاهز. لا خلاص، انا اتعشيت مع رئيس الوزراء، بس انا خدتني الجلاله شويه. معلش يا حبيبتي استعمليني وانا هعوضك، وعشان تصدقيني بكره عايزك تتشيكي على سنجة عشرة عشان ما احضر لك مفاجاه. دي ماتت مش مهم، المهم منصبي الجديد. وكانت فعلا مفاجاه، بس مفاجاه في غايه السخافه. الخروجه اللي قلت ان ربنا هينصفني بيها وعلي هيعوضني بيها عن غلاسته معايا الايام اللي فاتت، طلعت عشوه مع راجل اغلس منه، ومراته أغلس وأغلس. ولا إيه رأيك يا مدام إنجي؟ ولا أنت مش معانا؟ لا طبعاً معاكو يا خبر أبيض، وأنا هروح منكو فين؟ لا وأنا هسيبك تروحي مني في حتة، إحنا لازم من النهاردة نبقى أصحاب، وأخد رقمك ونتكلم مع بعض على الواتساب، ونلعب كمان كاندي كراش أونلاين مع بعض. كاندي كراش أونلاين. وأنت بقى بقيتي في ليفل كام؟ 290. برافو برافو، انا دلوقتي في ليفل 450. 450 ازاي؟ ده اخرك 400. ايوه 400. صح افتكرت، هو انا الحقيقه دلوقتي في 399، يعني فاضل لي زلطه واطلع بره. هايله.
هستأذن أروح التواليت يعني عشان حاسة بتلزيق يعني بحاجة ملزقة في إيدي. طيب استنيني هاجي معاكي. لا 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 خليكي مرتاحة، أصل أنا مش من الستات اللي بيستمتعوا قوي بالصحبة في الحمام، ده غير إن أنا ممكن أرجع ومش عايزة أقرفك. عن إذنكم. طب استاذن كنا عشان بحب اشوفها وهي بترجع، قصدي لحسن تتعب ولا حاجه. انجي الجلياطه اللي بتتعاملي بيها مع الناس دي، انت ليه مش مقدره حساسيه موقفي؟ وانت ليه مش مقدر حساسيتي من الكائنات اللزجه دي؟ هي دي المفاجاه يعني، هي دي الخروجه الفظيعه اللي انت مرتبها؟ وانا اللي كنت فاكراك هتاخدني احضر الحفله بتاعت ابراهيم عبد القادر على شقه اللي كانت معموله في ساقيه الصاوي. ابراهيم عبد القادر ايه وشقه ايه وساقيه الصاوي؟ انت عارفه الراجل ده مين؟ لا ما تشرفتش. ده اكبر رجل اعمال في البلد وعضو مجلس شعب سابق، ومش بعيد يبقى في الوزاره الجديده. انجي ارجوكي قدري حساسيه موقفي. روحي رجعي وتعالي اقعدي مع الست ولطفيها. مش هرجع يا علي، انا هستفرغ. انا مش فاهمه ايه سر اصرارك ان انا اصاحب الست دي واتودد لها. انا كان نفسي امسك التليفون واخبطها في دماغها من كتر ما هي لازقالي وعماله تاخد سيلفي. ست ثقيله يا حبيبتي. جوزها ده من اكبر الرجاله المهمين في البلد، ولزقتنا فيهم مهمة عشان أمشي مصالحي. مصالح؟ مصالح إيه يا علي؟ أنت من إمتى محتاج راجل زي ده علشان تمشي مصالحك؟ ده أنت مستشار إعلامي للرئيس. أنت من إمتى بقيت كده يا علي؟ من دلوقتي ورايح يا حبيبتي. وجودي مع راجل زي ده يقوي نفوذي في البلد. رأي واحد زي ده مهم فيا عند الكبار، وممكن أترشح لوزارة. وانا مالي، انا مالي بمصالحك معاه؟ البس انا ليه ست ثقيله شبه قالب الجبنه جوده كده؟ ايه في ايه؟ يا حبيبتي انا قلت لك محتاج لك تقفي جنبي وتسانديني. طب ينفع اقعد؟ متطلبات وضع الجديد بتفرض علينا نستحمل غتات ناس زي دول. وبعدين انت شفتي حاجة لسه؟ وضع الجديد هيخليكي تشوفي حاجات ما شفتيهاش قبل كده. مش لما انت تشوف الأول من النظارات اللي انت لابسها دي؟ شايف بس طشاش. وانا كل ما اعمل لها مساج يغمى عليها. صباح الخير يا مغاوي. يا صباح الفل يا ستي الكل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليك وعلى الاستاذ علي اللي مشرفنا في كل حته. ربنا يجعل نهارك زي اللبن يا هاريب ان شاء الله. ايه ده كله يا مغاوي؟ ماشي، استفتاحك زي الفل. ايه دي فلوس؟ عليا التراك ما اخد ولا مليم. هو حضرتك فاكرني يعني بتسلبت واعمل الحركات ديت يعني عشان اخد فلوس؟ لا، ده كله مهبه يعني بينا وبين بعض. كويس انك عارف انك بتتسلبط يا مغاوي. قول لي بقى المحبه دي وراها ايه؟ ربنا يبارك لنا فيك يا انت والاستاذ علي بيه. انا بس الواد خضر ابن اختي خلص دبلونه السنه دي يعني، عقبال ما تفرحي بسولي بيه كده يعني، وكنا قلنا يعني اني الاوان انه يشتغل. وانت عايز ايه؟ عايز علي بيه توسطه يعني في وظيفه ميري؟ لا وظيفه ايه وحكومه ايه وكلام فاضي ايه، ده ما ياكلش عيش يعني. على رايك. انما انا كنت عايز يعني الاستاذ علي بيه يتوسط لنا عند اتحاد ملاك عماره 36 عشان الواد يشتغل بواب هناك. ايوه بس علي بيه ماله ومال عماره 36 دي؟ بعدين بشارعين يا مغاوي. ازاي ماله يا ست انجي؟ ده علي بيه بسم الله ما شاء الله صيته واصل لغايه اخر الدنيا، لحد عمارات الشيراتون. ما شاء الله. خلاص بقى بقول له لما ينزل يا مغاوي. يا ست انجي حضرتك يعني الخير والبركه وكلمتين منك كده يعني هو مش هيرفض لك طلب؟ ده والله علي بيه ما بيرفضش لاي حد طلب قد ما بيرفض لي انا.
بس هكلمهولك وامري لله انت حر. ربنا يبارك لينا فيك يا ست انجي ويجعل في وشك القبول ان شاء الله. هو انا طلاقي هيبقى على ايديك يا مغاوري. مغاوري الازازه نحل يا مغاوري. سلام عليكم. مع الف سلامه يا ست انجي. مع الف سلامه. صباح الخير يا كوكي. ايه النشاط ده؟ صباح الفل. مصيبة لا تكوني بتشتغلي، ولا دي وصفة أكلة جديدة؟ لا خالص، ده أنا بعملك فان بيج على الفيسبوك. أنا قلت بقى مش معقول صاحبتي إنجي أحمد بقت صحفية وإعلامية كبيرة جدا قد الدنيا وملهاش صفحة للمعجبين على الفيسبوك. لا لا مش معقول يا إنجي. مش عارفة ليه يا كاميليا هشام ريحة نفاق عليها صوص قرع مع مسحة جوخ خفيفة. أقصى عليكي يا أنوج، مش عايزاني افرح فيكي، ده انا فرحانه فيكي فرحه. فرحانه فيا؟ قصدي فرحانه بيكي، ده انا طول النهار ماشيه في البيت طايره كده، فرحانه ليكي فرحانه موت. حسين يقول لي مالك يا كاميليا؟ اقول له فرحانه يا حسين، فرحانه يا حسين. نايمه اضحك، حسين يقول لي بتضحكي ليه يا كاميليا؟ اقول له فرحانه لصاحبتي يا حسين. اصحى من النوم اضحك، يقول لي بتضحكي ليه يا كاميليا؟ اقول له فرحانه لصاحبتي يا حسين. يا سلام. مش مصدقاني. طب أثبتلك؟ استني بقى، جمعتلك كل صورك ومقالاتك والجوائز بتاعتك وحطيتهملك في برواز، ايه رأيك؟ لا ده الريحة فاحت قوي يا كاميليا. انجزي يا كاميليا، عايزة ايه؟ ولا حاجة يا أنوش، دي محبة. الله، هي أم المحبة اللي زادت اليومين دول. عايزة ايه يا كاميليا؟ ها؟ مصيبة لا يكون عندك بروز، ولا عايزة حد من عيالك يشتغل بواب؟ لا خالص خالص، مفيش اي حاجه انشي والله. بس يعني انا قلت هو كل ما هنالك، انا شايفه ان حسين بقاله فتره طويله قوي رائد، ويعني الترقيه بتاعته واقفه مش عارفين ليه. انا قلت بقى علي تلاقيه بقى صاحب وزير الداخليه، يعني واكلين مع بعض، شاربين مع بعض، نايمين مع بعض، طالعين مع بعض، نازلين مع بعض، اصحاب بقى انتيم. قلت بقى يكلم وزير الداخليه كده ويقول يعني انت عارفه بقى يرق حسين شويه، بس كده خلاص حاجه بسيطه. بقولك يا كوكي، احنا اصحاب بقالنا كتير قوي. فعلا. وانا مش عايزه اخسرك، فياريت بقى ما تعمليش زي الناس الجهله، لان علي مستشار اعلامي للرئاسه، يعني ملوش علاقه بالداخليه ولا شغل الداخليه. ماشي يا كوكي؟ ماشي يا انجي. ماشي يا انجي. خلاص وريني كده، وريني شغل الفان بيج اللي عملتيه. اوبس يا نهار ابيض. اوبس، في ايه يا كاميليا؟ ايدي جت على زرار غلط مسحت الفان بيج كله. سوري يا انجي. مش مشكله مش مشكله يا كاميليا، اعمليها تاني. مستغله. قول لي يا صلاح، هو الدولار بقى بكام اليومين دول؟ دولار؟ وانا اعرف منين بس يا علي بيه؟ اسأل خالد، هو ماسك الصفحة الاقتصادية يبقى عارف. أنا بتاع فن وهرس، بس مال أنا ومال الدولار. مالك إزاي؟ أنت مش بيقبضوك بالدولار في الجرايد اللي بتكتب فيها بره مصر ولا إيه؟ جرايد إيه بس يا علي بيه؟ ده هو عمود في مجلة فنية خليجي ودمتم. يعني بتعترف إنك بتكتب في جرايد بره مصر وبتنتقد فيها أوضاع البلد وبتنادي بقلب نظام الحكم؟ يا نهار أسود، نظام حكم ايه بس يا علي بيه؟ انا محرر فني، والله العظيم انا محرر فني، مال انا ومال نظام الحكم؟ ده لما تكتب عن فنانة انها هزت عرش مصر كنت تقصد ايه يا استاذ؟ لما تكتب عن الاستاذ محمد رمضان في تمثيله في مسلسل الاسطورة في دور ناصر ودسوقي الرفاعي، انه عمل الدورين زي بعض، مع ان الرفاعي كان عامل كده اهو، بص كان عامل كده اهو، كان عامل، واخد بالك ولا لا؟ ايوه كان عامل كده اهو، واخد بالك؟ يعني يختلف ولا لا؟ يختلف طبعا، يختلف والله. ابوس ايدك يا علي بيه، ابوس ايدك والنبي، الكلام اللي انت بتقوله ده هيوديني في 60 ده. انا هسيب صفحه الفن دي خالص، لو عايز والله العظيم هسيبها، همسك بريد الجمعه. كويس؟ لا انا عايزك في الصفحه الفنيه، عايز يبقى لي عين جوه الوسط الفني، بس انت لم نفسك واعتبر ده اخر انذار لي. بقى انا خدامك وتحت امرك يا علي بيه في اللي انت عايزه. اعتبرني صباح في ايدك اليمين، تحركه زي ما انت عايز، يمين يمين، شمال شمال، انا معاك والله في اللي انت عايزه، بس ابوس ايدك والنبي، ابوس ايدك، بلاش تحطني في دماغك. خلاص روح انت دلوقتي
ومقالاتك تبقى على مكتبي قبل ما تروح لرئيس التحرير. وبعت لي خالد. حاضر 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 يا علي بي اللي انت عايزه. خالد جه. حاضر هجيبه هجيبه حالا. هو واقف. اللي بعده. الست انجي الست انجي نورتي الحته يا ست الحته يا ست الحته يا ست الحته يا ست الحته. ايه ده؟ ايه الفضايح دي يا شعبان؟ عليا الطلاق بالثلاثه ما هو راجع. ايه ده يا شعبان؟ ده شويه كاجو على مكسرات مستورد من سوريا من سوريا من سوريا. شكرا شكرا يا معلم شعبان. ليه الفضايح دي؟ ليه؟ ابدا 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 دي محبه محبه. كتر خيرك والله. ميرسي يا معلم شعبان. بقول لسعادتك ايه، ما عندكيش شويه طلبات كده نقدر ان احنا نجيبها لك ونطلعها لك لحد باب الشقه؟ معايا اهو يا شعبان الورقه كنت جايباها لك. ويا ريت لو عندك انت كمان طلبات تقولها لي بالمره عشان انا شم ريحه كده مش ولا بد. اخس عليك يا ست انجي، انت فكرك ان انا طمعان في حاجه؟ ده انا بعمل لك الحاجات دي محبه. ما هي ام المحبه دي اللي انا قلقانه منها. انجز يا شعبان انجز. هو غايه ما هنالك يعني يا ست الهوانم، يعني الحي مفتح عينيه علينا قد كده. اكمني عندي بروز. هو انت الحقيقه عندك مشكلة البروز دي من زمان؟ لا 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 مش البروز دي. البروز بتاعت المحل. وبعدين يعني لو تكلمنا الأستاذ علي يخلي رئيس الحي يرفع عينيه من علينا شوية أو يكنن لنا الأوضاع. يكنن لنا؟ أنا سمعت الكلمة دي فين قبل كده؟ يكونش قصدك يقنن لنا بالقاف؟ أيوة صح. معلش بس أصلا أنا عندي لدغة في القاف. لدغة في القاف؟ طب قول قاف 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 زي الفل. هو قول يقنن يكنن. لا دي ثقافات بقى. طيب ماشي يا شعبان، ما هو يعني جت عليك. حاضر من عينيا الاثنين. ربنا يخليك يا ست هاني. ثانية واحدة. ولا حودة. معلم خد يا تعالى يا معلم. رايح فين اللي؟ ايوه يا معلم. بص طلبات الست انجي كلها كلها تطلعها لحد فوق وتزود لها عليها من عندي لبنتين سمارة. يا راجل. لا انت فييس قوي كده، بلاش بعزقة يا معلم. واحنا نطول يا ست انجي يا نورت الحتة يا نورت الحتة يا نورت الحتة. في ايه يا شعبان؟ انت هتنضم للتنورة ولا ايه؟ لا انا فرحان بيكي فرحان بيكي فرحان بيكي فرحان بيكي. لا هتحترف التنورة. برافو حلو. ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. يا رب ما بيبعدوش يا شعبان. ما بيبعدوش. يا مامي بنت حلال يا انجي، كنت لسه بجيب في سيرتك انا وشريف والمخفيه دي. والله ولسه بقول لها الاستاذه انجي وعلي بدول احسن جيران عندنا، والشارع كله عايش بحسهم ومفيش في ذوقهم ولا اخلاقهم، مش كده يا اختي؟ بسم الله ما شاء الله، ده انت كانك قاعده معانا في الشقه، دي مكشوف عنها الحجام. والله والله الكلام ده مش عشان خاطر، مش عشان حاجه، وكله محبه مش كده؟ بسم الله ما شاء الله، انت كأنك حاسه بكل اللي عايزين نقوله. والله يعني يمكن الواحد حاسس ان ربنا بيعوضه خير عن اخواته السبعه اللي انتحروا. يا عيني انتحروا؟ دول كده ماتوا كفره. طب وانت قعدت ليه؟ ما ده كفر يا ابني. يا جماعه ما هو ده العادي بين الجيران يعني، وربنا يديم المعروف. وان ضاعت عند العبد يا انجي ما تضيعش عند الرب. هو ايه اللي ضايع منك يا منال؟ الحسنه المداريه. دي شحاته بقى. استاذ علي يا جماعه، استاذ علي ماله؟ لا لا ايه، لا انا ما شفتش كده. فاكره يوم ما جالي البواسير؟ ما سابكش يا شريف. وفاكره لما انت وميسون سبتوني في الشقه لوحدي وكنت بعيط؟ عمل لك ايه؟ سابنا اتفلق ولا لما اتقبض عليا يا شريف؟ ايه اللي حصل؟ لا مش فاكره بصراحه. ولما شريف طردني من الشقه حصل ايه؟ ولا حاجه، قفل الباب في وشي. عيلي في نظري. يا جماعه مش ممكن، مفيش موقف ولا زنقه غير واقف جنبنا فيها. ايه الراجل ده؟ ولا يوم ما اتزنقت في البلاعة؟ يا جماعه مش ممكن، ولا برفانات كل يوم وهو نازل ويجري. بس بس ممكن بالراحه كده بالهداوه افهم انتوا عايزين ايه من علي؟ علي وهنعوز منه ايه ده؟ يعني يا انجي يعني ربنا ما يحرمك منا. ربنا ما يحرمنا من الاستاذ علي وذوق الاستاذ علي. يعني احنا نعوز منه يعني، مش عايزين منه حاجه على فكره. ربنا ما يحرمكوش من العبط.
أمال الود المفرط ده سببه إيه؟ لا يا حبيبتي، أصلك إحنا عايزين نستلف منكو طقم الصيني المذهب عشان جاي لنا ضيوف. المذهب؟ هو لسه في حد الناس دي باين عليها هبلة ولا إيه؟ فين ال 75 قرش بقيت فلوس المقلة؟ مفيش عندي حاجة يا أختي. شايفتي حرامية. أنت ما دفعتلهاش؟ أه أنا دفعتلها. أنت يا أخويا. لا أنا عايزة فلوسي. لا ده أنا بقول لك إيه يا أختي. يا جماعة يا جماعة 100 مرة نقول منالوتا تشوف ميسون. تقول لها حد في عيلتكم مجنون. وميسون تشوف منالوتا. تقول لها هموتك يا أختي. يا جماعة مش كده. عيلتكم مش ميتة. مش كل مرة تضرب كده. بصوا 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 بصوا. ما قصرش فيك دمع الهوى لما بكى، ولا يوم عينيك حسيت بقلب اللي اشتكى. يا خسارة يا خسارة يا أول حبيب ملكش في الطيب. مساء الخير. مساء النور. تأخرت ليه يا علي؟ ابدا، اجتماعات ولقاءات. انت اخبارك ايه؟ يا علي بقالك كتير قوي ما سألتنيش اخباري ايه. ابدا يا سيدي، النهارده كل لما قابل حد يطلبوا مني خدمات وطلبات وتوصيات منك. يعني عندك مثلا شعبان عنده بروز. بروز؟ اه بروز، وعايزك تكلم له بتوع الحي. ده غير كوكي، عايزك تكلم وزير الداخلية علشان ينقل جوزها. وكمان مغاوري، مغاوري عايزك تكلم الناس بتوع عمارة 36 عشان عايز يعين ابن اخته بواب عمارة هناك. مفيش بقى غير شريف ومراتاته، هما اللي ما طلبوش اي حاجة منك. انجي انا عايزك تقدري حساسية موقفي. انا مش عايزك تختلطي بالجيران خالص، خصوصا شريف واستحليتين مراتاته. اشمعنى دول بالذات؟ دول الوحيدين اللي ما طلبوش منك اي حاجة. طلبوا مني انا، طلبوا يستلفوا الطقم الصيني. ما هو عشان كده، قصدي هما بيبدأوا كده. النهاردة طقم صيني، بكرة يطلبوا واسطة كبيرة، وكلهم كلاب. انا عارفهم كويس، هما دول اللي هيخربوا البلد. ارجوك يا انجي قدري وضعي وقطعي علاقتك بالناس دول تماما. ايه يا علي الافوارة دي؟ دول جيراننا من زمان، وكل الحكاية ان هم عشمانين فينا شوية. طب وكاميليا هتقولي اقطع علاقتي بها هي كمان؟ علاقتك هتتقطع بيها طبيعي لما تسيب الشغل. ايه؟ اسيب الشغل؟ تجننت يا علي؟ انت عارف كويس قوي الشغل بالنسبة لي ايه؟ انت اكيد بتهزر. انت اللي بتهزر يا هانم، ومش عارفة خطورة وضعي. يا دي وضعي وضعي وضعي، في ايه مال وضعك يا علي؟ بتمشي على ايديك ولا متشعلق من الحيط؟ انا زهقت. يا هانم، اعدائي واعداء الوطن متربصين لي في كل حتة. ده انا قلقان من سوري ابني اصلا، وانا مش هسمح لهم يوصلوا لي من خلالك ويؤذوني ويؤذوكي. يا عم اعداء ارحمني، انت حيالله مستشار اعلامي، امال لو كنت مستشار الزند. المستشار الاعلامي ده يا هانم شايل روحه على كفه. البلد في حاله حرب، وانا مستهدف من الجزيره ومكملين وقناه الشرق. لا يا راجل، انا يوميا بتجيلي تهديدات بالقتل وبخطفك انت والولاد. لا، من هنا ورايح مفيش نزول. نعم، يعني ايه مفيش نزول يا علي؟ انت عارف كويس قوي ان انا اعلامية ومهنتي كلها مخاطر، وانت متجوزني وعارف كده كويس. ايه اللي جد؟ اللي جد ان وضعي يا اختي. ما لوضعك يا علي؟ وضعي اختلف، وانا مش هسمح ان مراتي تفضل في الاعلام. وانت عارفة ان الاعلاميين معرضين للشتيمة. طب ما انت كمان معرض للشتيمة. أنا ممكن أتشتم، أنا نفسي أتشتم. أنا مش أقل من الأستاذ أحمد موسى
والاستاذ مصطفى بكري. لا لا، مصطفى بكري صعب، انا اقل منه ما اقدرش اجيبه، بس برضه مش هسمح ان مراتي تتشتم. انا ما حدش بيشتمني يا علي، وما حدش يقدر يشتمني. المستشار مرتضى منصور ما بيسيبش حد. هي كلمة واحدة، مفيش شغل يعني مفيش شغل. ماشي يا سيادة المستشار، ماشي. المستشار الإعلامي يعني، ده جوزي اللي لسه داخل، مش قصدي حد تاني. ها ده حبيبي. مقصرش في جمال الهوى لما بكى، ولا يوم عينيك حسيت بقلبي اللي اشتكى. مقصرش في جمال الهوى لما بكى، ولا يوم عينيك حسيت بقلبي اللي اشتكى. يا خسارة يا خسارة يا أول حبيب ملكش في الطيب. مساء الخير. مساء النور. تأخرت ليه يا علي؟ أبدا، اجتماعات ولقاءات. أنت أخبارك إيه؟ ياي يا علي، بقالك كتير قوي ما سألتنيش أخباري إيه. أبدا يا سيدي، النهاردة كل لما قابل حد يطلبوا مني خدمات وطلبات وتوصيات منك. يعني عندك مثلا شعبان عنده بروز. بروز؟ آه بروز، وعايزك تكلم له بتوع الحي. ده غير كوكي، عايزك تكلم وزير الداخلية علشان ينقل جوزها. وكمان مغاوري، مغاوري عايزك تكلم الناس بتوع عمارة 36 عشان عايز يعين ابن اخته بواب عمارة هناك. مفيش بقى غير شريف ومراتاته، هما اللي ما طلبوش اي حاجة منك. انجي انا عايزك تقدري حساسية موقفي، انا مش عايزك تختلطي بالجيران خالص، خصوصا شريف واستحليتين مراتاته. اشمعنى دول بالذات؟ دول الوحيدين اللي ما طلبوش منك اي حاجة، طلبوا مني انا، طلبوا يستلفوا الطقم الصيني. ما هو عشان كده، قصدي هما بيبدأوا كده، النهاردة طقم صيني، بكرة يطلبوا واسطة كبيرة، وكلهم كلاب. انا عارفهم كويس، هما دول اللي هيخربوا البلد. ارجوك يا انجي قدري وضعي وقطعي علاقتك بالناس دول تماما. ايه يا علي الافوارة دي؟ دول جيراننا من زمان، وكل الحكاية ان هم عشمانين فينا شوية. طب وكاميليا هتقولي اقطع علاقتي بها هي كمان؟ علاقتك هتتقطع بيها طبيعي لما تسيب الشغل. ايه؟ اسيب الشغل؟ تجننت يا علي؟ انت عارف كويس قوي الشغل بالنسبة لي ايه؟ انت اكيد بتهزر. انت اللي بتهزر يا هانم، ومش عارفة خطورة وضعي. يا دي وضعي وضعي وضعي، في ايه مال وضعك يا علي؟ بتمشي على ايديك ولا متشعلق من الحيط؟ انا زهقت. يا هانم، اعدائي واعداء الوطن متربصين لي في كل حتة، ده انا قلقان من سوري ابني اصلا، وانا مش هسمح لهم يوصلوا لي من خلالك ويؤذوني ويؤذوكي. يا عم اعداء ارحمني، انت حيالله مستشار اعلامي، امال لو كنت مستشار الزند. المستشار الاعلامي ده يا هانم شايل روحه على كفه، البلد في حاله حرب، وانا مستهدف من الجزيره ومكملين وقناه الشرق. لا يا راجل، انا يوميا بتجيلي تهديدات بالقتل وبخطفك انت والولاد. لا، من هنا ورايح مفيش نزول. نعم، يعني ايه مفيش نزول يا علي؟ انت عارف كويس قوي ان انا اعلامية ومهنتي كلها مخاطر، وانت متجوزني وعارف كده كويس. ايه اللي جد؟ اللي جد ان وضعي يا اختي. ما له وضعك يا علي؟ وضعي اختلف، وانا مش هسمح ان مراتي تفضل في الاعلام، وانت عارفة ان الاعلاميين معرضين للشتيمة. طب ما انت كمان معرض للشتيمة. أنا ممكن أتشتم، أنا نفسي أتشتم، أنا مش أقل من الأستاذ أحمد موسى والأستاذ مصطفى بكري. لا
لا مصطفى بكري صعب، انا اقل منه ما اقدرش اجيبه، بس برضه مش هسمح ان مراتي تتشتم. انا ما حدش بيشتمني يا علي، وما حدش يقدر يشتمني. المستشار مرتضى منصور ما بيسيبش حد. هي كلمة واحدة، مفيش شغل يعني مفيش شغل. ماشي يا سيادة المستشار، ماشي. مستشار الإعلامي يعني، ده جوزي اللي لسه داخل، مش قصدي حد تاني. ها ده حبيبي. يا صباح الفل يا علي بيه، يا علي بيه، يا علي بيه. تاخد الورقه دي وتطلع الطلبات اللي فيها للهانم فوق. ايه ده؟ هي المدام مش هتاخد الحاجه دي وهي راجعه زي كل مره؟ مش شغلك. صح تمام فن. تحضر الطلبات وتطلعها وبس، وتحاسبها بالتسعيره لو اديك في 60 داهيه. تمام يا علي بيه، تمام يا علي بيه، 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 يا علي بيه. صحيح الكراسي بتخلي الاحتياطي اساسي 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 اساسي. يا حبيبتي انجي ما تعمليش في نفسك كده. الله، انت عارفه الفستان الجديد له شده. لا لا، الغربال يا حبيبتي اللي له شده. ايوه الفستان زي الغربال بالظبط. شوفي الفستان لما تلبسيه اول مره يبقى ضيق، بعد كده يريح. اه هو كده زي الغربال، وكمان ماسك الوش تحطيه على وشك الاول يبقى ضيق وبعدين يروح واسع. معقوله يعني يا جوجو انا جايلك في المشكله والمصيبه اللي انا فيها تكلميني في الكوزماتكس والماسكات اللي بتفك والفساتين اللي بتضرب؟ حرام عليكي انجي يا حبيبتي، ما برضه الراجل معاه حق، يعني هو قصده ان عايز كل حاجه سيف. انت امشي في الشارع تلاقي عمود جنبيه قنبله، عمود قطع فين السيف؟ بس احنا بقينا احسن دلوقتي، كل قنبله هي اللي جنبها عمود كده السيف. جرى ايه يا سموره؟ انت عايز تقنعني بايه دلوقتي؟ ان انا مفروض اقعد في بيتنا وان انا خاف؟ مش فاهمه. وبعدين احنا من امتى شعبي بيخاف من القنابل؟ ده احنا اول ما بنشوف قنبله بنتلم حواليها ولا كاننا شفنا محمد رمضان. ليه انا لقيت ساعات اتنين ملمومين على محمد لطفي؟ ولا موضوع الخطف؟ موضوع الخطف بقى يا انجي انتشر بشكل فظيع فظيع جدا. انا واحده صاحبتي خطفوها، ضيعوا عليها بقى جلسه البوتوكس. بوتوكس؟ تاني كوزماتكس يا رجاء؟ يا رجاء حرام عليكي، انت كمان عايزه تخوفيني وتقنعيني ان انا اقعد في البيت؟ لا بقى، انا انجي احمد مش هسيب برنامجي ولا مشاهديني ولا جماهيري علشان اقعد في البيت. لعلمك بقى انا اللي فارسني ومضايقني ان علي مش بيناقشني علشان يقنعني بالراحه، لا ده بيفرض عليا رايه، عايز يقهرني وخلاص. لا يا حبيبتي لا، ما تاخديهاش بالصوره دي، مش عايز يقهرك ولا حاجه. علي بيحبك وبيغير عليك. مين ده؟ علي. علي جوزي بيحبني؟ النبي انت قلبك ابيض. بقولك ايه، هو مش فارق معاه غير شغله الجديد ومنصبه بس، كل شويه يقول لي برستيجي وضعي ما وضعي. لا 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 لا، وعلي في زي علي واوضاعه، ده علي اوضاع يا لهوي الا الوضع. بس اوضاع علي خلاص انتهت من زمان، صدت. بصي يا انجي حبيبتي انا عايزاكي تهدي اللعب شويه. اه بصي انت مالكيش بركه الا هو، من فضلك دلعي. ده دي احنا كلنا مالناش بركه غير علي. علي مين؟ علي. علي طيب؟ جوزي الطيب؟ اشمعنى؟ بصي فاكره الشيفة فاضل كانت بتقول دور 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 لف الدنيا بحالها؟ اه فاكراها. حبها قوي. اه مش هتلاقي زي علي، مش هتلاقي زي علي ابدا ابدا. شوفي احنا بنحبه قوي قوي، علي ده ما فيش زيه ابدا، بنحبه كده من قلبنا. اوعي تفتكري يعني ان احنا بنحبه عشان مصلحه، لا أطلع. ولا عشان مركزه الجديد، ولا عشان هيساعدنا يعني في تراخيص البيوتي سنتر بتاعنا. لا 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 لا، والله ابدا، وربنا شاهد، بنحبه من قلبنا لله لله. انا علي شخصيا بعتبره ابني اللي الحمد لله ما خلفتوش. انجي حبيبتي قولي لي، علي عمل ايه في التراخيص بتاعتنا؟ التراخيص بتاعتكم؟ آه. ولا عمل فيها اي حاجه. واطي طول عمره واطي، انا عارفه من زمان انه واطي.
اوطم الموس على البلاط. وطيخ صغير ده زبالة. وما اكتفاش علي بانه يقعدني في البيت، لا ده كمان من جبروته بقى يتحكم في اني اقعد في البيت مع مين. مساء الخير. مساء النور يا علي. طب احنا نستأذن يا انجي بقى علشان يعني هنجيلك وقت تاني. اي حبيبتي بقى اي هاف تو جو بيكوز انا حاسه الجو مكهرب. لا يا جماعه مكهرب ايه؟ مفيش اي كهرباء ولا حاجه. اقعدوا اقعدوا. انجي اطلع برا برا. يلا يا حبيبتي اتطردنا. يلا يلا اتطردنا خلاص. سجارتك معايا خدناها. خير يا علي؟ في حاجة؟ تحب أحضر لك العشاء؟ مين اللي كانوا برا دول يا هانم؟ هما إيه دول اللي مين؟ جيراننا يا علي، أنت نسيتهم ولا إيه حبيبي؟ يعني سلامتك ألف سلامة. أنا قلت لك 100 مرة يا علي وأنت داخل البيت بقى أقلع النضارة الشمس دي عشان تعرف تشوف. إحنا بالليل يا علي. ما تغيريش الموضوع. مادام هما جيراننا سايبين بيوتهم وقاعدين في بيتي ليه؟ أنا مش قلت مش عايز يبقى ليكي أي علاقة بالجيران؟ يعني ايه يا علي؟ عايز يقطع علاقتي بجيراني من الباب للطاق كده من غير اي سبب؟ انت مش كفايه قعدتني من شغلي كمان عايز يقطع علاقتي بجيراني؟ دي مش عيشه بقى. مالها عيشتك يا مدام؟ قاعده في بيتك معززه مكرمه بتطلبي طلباتك بتجيلك من قبل ما تطلبيها، ولا عايزه تقولي ان انا مقصر في حاجه؟ لا العفو، مش مقصر. واذا كان على ليله امبارح يعني انا مقدره ان انت بتتعب في الشغل واكيد ده واخد من صحتك وعافيتك. انا مش بعترض حاشا لله، لا، انما يعني انا من حقي انا كمان يبقى ليا حياتي. حياتك هي بيتك واولادك يا هانم، مش شغلك ولا جيرانك ولا سبب. وقلت لك قبل كده ان كل دول كلاب وطمعانين فيا وفي مركزي. يا دي مركزك؟ هو احنا خلصنا من اوضاعي دخلنا على مركزي؟ هو مفيش حد مهم غيرك ولا ايه؟ ولا هو تحكيم امره خلاص؟ انت كمان هتردي عليا؟ ايوه هو تحكيم امره خلاص. انا جوزك قبل ما اكون راجل مهم في الدوله، وكلامي هيمشي عليكي غصب عنك. وانا ست وعندي كرامه وما اسمحلكش ان انت تقهرني بالشكل ده. انتوا ايه يا اخي؟ ايه الواحد فيكم ما يحسش انه راجل غير لما يقهر الست اللي معاه ويطلع عقده عليها؟ خلاصي انجي انا لسه ما ضربتش. استني، ايه الاوفر ده؟ كنت عايز اضرب. لا شوفي الراجل اللي لسه الى وقتنا هذا مش حاسس باهميه دور المراه في المجتمع ده يبقى انسان بدائي، لازم يروح يعيش في كهف، لازم يتعالج. ما هو مش معقول. الحقيني يا رجاء الحقيني. ايوه ايوه ايوه. في ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا رجاء؟ ايه يا روحي في ايه؟ الحقني يا زنبور. انا خلاص خلاص مش ممكن مش ممكن اعيش دقيقه واحده بعد كده مع البني ادم ده. طب بس قولي يا حبيبتي قولي لي ايه اللي حصل يا روحي؟ علي اهو طالع في التلفزيون اهو في برنامج ايه ده؟ هو لحق نقل لك النكد كله على الدش. يقدر يعمل اكتر من كده؟ ده مسجل على فكره، هو بقاله نص ساعه جوه بيراضي فيا وعايز يمد ايده عليا. يا خبر يا خبر معقول؟ طب اهدي يا روحي اهدي يا روحي. سمير من فضلك هات لها كاكا عصير. لا انا عايزاها فريش فريش. الشرب يكون بتاع الكاكا فاتح، انت عارفه الضغط على الكاكا اليومين دول. لو ما لقيتش كاكا هجيب لها طنشات افوكادو. مش فاهمين انت تجنن خالص. السلطه غيرته. الايه؟ السلطه السلطه غيرته خالص. وبعدين يضربني انا يا رجاء، يضربني انا يا زنبوره. معلش يا حبيبتي معلش اعذروا الراجل، الراجل داخل في حياه جديده وسكه جديده. شوفي هو كان فين وبقى فين، يعني مسؤوليه ومنصب وبرستيج، وبقى يستحمى كل يومين دلوقتي، وغير القميص وغير الشراب
ورمى الجزمه القديمه وجاب جزمه جديده، شوف بقى لها قد ايه يعني ستايل تاني خالص، وحزام جلد تعبان، ولزق شنب ولا ركب شنب ما اعرفش، فجاه لقيت شنب طلعوا جاله منين يعني. يعني دخل في حياه جديده بالنسبه له. طبعا طبعا. لا اقعدي يا حبيبتي اقعدي. يعني اصل كمان لازم يعرف ان هي اللي وقفت جنبه، هي اللي سندته لغايه ما بقى كده، ما ينفعش ابدا يمد ايده عليها ازاي يعني. ما هو مش معقول نبقى في القرن الواحد والعشرين ولسه في حد مش مقتنع ان المراه نص المجتمع، ويكون مثلا بيمنع مراته عن الشغل أو مش عارف إنه كده بيعطل نص الأيدي العاملة اللي محتاجاها بلدنا لتحقيق التنمية. لا 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 يا حبيبتي لا 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 لا. طب ذنبه إيه بس؟ ذنبه إيه يعني يا صبورة؟ أنت مش سامع بيقول إيه؟ أنا قصدي التلفزيون ذنبه إيه؟ إيه؟ أما تشوف مين؟ وسع شوية. علي افندم. يا علي مساء الخير يا طنط رجاء. مساء النور يا علي. قولي الانجي علي بيقول لك هو اسف وعزمك على عشاء عشان يصالحك. ايوه يا علي، بس يعني ما يصحش انك انت تمد ايدك عليه وعايز تضربه. قولي الانجي علي اسف وعزمك على عشاء عشان يصالحك. حاضر. انا بس انا بقول يعني خليها تبات عندي النهارده لغايه ما الامور تهدى، وبكره الصبح ان شاء الله اجيبها لغايه عندك صاغ سليم. اللهم طولك يا روح. قولي الانجي علي اسف وعزمك على العشاء عشان يصالحك، مش هكررها تاني. حاضر حاضر. هقول لها هقول لها. اقول لها ايه بالظبط؟ يا خبر أنا جامد أوي. ورغم إن علي خرجني، إنما تصرفاته اللي كلها قسوة وجليطة خلتني ابتديت أدعي عليه. وطبعاً في موضوع الدعاء ده، خصوصاً من الزوجة على زوجها، الوضوء بيكون مهم جداً وبيفرق. وبما إني ست طاهرة ودايماً متوضية كويس قوي، دعوتي ما كملتش يومين واتحققت. وأثبت الجهاز المركزي للمحاسبات إن الجريدة الخاصة الكبيرة اللي بيديرها علي ممولة بتمويل مشبوه من الخارج، وطبعاً الرئاسة قررت تستغنى عن خدماته. لكن المشكلة لحد هنا ما تحلتش، لأن المثل بيقول جنازة بطار ولا قعدة راجل في الدار. حضرتك تاخد الوقت الكافي للسؤال عن هشام، وأنا واثق إننا قريب حنقرأ الفتحة بإذن الله. اللي فيه الخير يعمل ربنا ان شاء الله. مع السلامه. هنبتونا. مساء الخير يا علي. اهلا اهلا بالست. الحمد لله على السلامه يا ست هانم. فين الاكل؟ انا اقعد طول النهار في البيت من غير اكل. ما عملتلكش حاجه من الثلاجه ليه يا علي وكلت؟ الثلاجه فاضيه يا ست هانم. سايبة التلاجة فاضية؟ لا مش فاضية يا علي، التلاجة فيها بيض. بيض؟ أيوة بيض يا علي. ما عملتش وكلت ليه؟ هتغدى بيض يا إنجي؟ هنعيش حياتنا على البيض يا إنجي؟ احنا طول حياتنا عايشين على البيض، إيه اللي فرق يا علي؟ وبعدين أنا قلتلك إن التلاجة فاضية بقالها أسبوع، وقلتلي أنا هتصرف. وبعدين أنا ما قبضتش، عايزني أعمل إيه؟ أنت بتعايريني يا ست هانم؟ بكرة هرجع شغلي واوريكم. بكرة كلكم هتعرفوا الحقيقة. فوق بقى يا علي فوق. حقيقة ايه دي اللي انت منتظرها؟ اقرا شوف الجرايد كاتبة ايه. اتفضل. جابر القرموطي يؤكد تحريات النيابة اثبتت ان جريدة بيقول لك تمويلها مشبوه. كذب. توفيق عكاشة للاخبار، جريدة بيقول لك وراها تنظيم ماسوني. ما حصلش. أحمد سبايدر، أحمد سبايدر يتوقع تعيين مستشار إعلامي جديد للرئاسة، والفنانة صافي نار تعتزل وترتدي الحجاب. كذب. صافي نار لا يمكن ترتدي الحجاب أبدا. فوق بقى يا علي فوق. أنت مستني إيه تاني؟ دي عيشة بقت تطهق. اخلصي اجي.
تعالي نفسي اضربك بره يا شيخ. اتنيل احمد سبايدر بعني انا كذب كذب. يا علي انت نمت وانت واقف ولا ايه؟ انت مال وشك قفش كده؟ لا 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 مفيش. ده تلاقيه بس العصب السابع. اه سلامتك يا علي. يا علي خلاص بقى تعالى ننسى اللي فات، وبعدين مراتك برضو إعلامية كبيرة وليها نفوذ، وان كان على البيت يا علي بلاش بيت. صحيح يا انجي، يعني هتقنعيهم يرجعوني منصبي؟ بقولك إعلامية كبيرة يا علي مش ساحرة. وبعدين يا علي يا ريت تنسى خالص موضوع منصبي ده، أنا ممكن أقنع المسؤولين إن هم يرجعوك تاني تفتح الجرنان والموقع الإلكتروني وكده، يعني يا علي ترجع شغلك القديم. صحيح يا حبيبتي. صحيح يا حبيبي، أنا كنت مش ممكن أسيبك في اللي أنت فيه ده أبدا يا علي، حالتك صعبة قوي وريحتك طلعت، يعني الناس يا علي بتضرب عن الطعام تضرب عن الشراب، إنما تضرب عن الحموم يا علي وانت بتاكل بيض صعب. عندك حق يا إنجي، أوعدك إني هبطل بيض ومش هستسلم لليأس، وحبهرك وهستحمى. صحيح يا علي هتستحمى؟ مش قلتلك هبهرك؟ يلا إنجي خش البسي علشان عزمك على عشاء بر كمان؟ لا ده كتير كتير. وأبهرني علي فعلا بالخروجة وباللي عمله بعد الخروجة. علي ايه ده يا علي؟ قلتلك انا لسه ليا نفوذ، المستشار الاعلامي ده بيسهر على امن البلد، سنتر تجميل غير مرخص جوه شقة في عمارة سكنية. شفتي وساخة أكتر من كده؟ أكتر من كده؟ ما شفتش. حبيبي يلا. يا عيني يا رجلي. سلامت رجلك يا حبيبي، ان شاء الله اللي في بالي اللي تتكسر رجله ورقبته. يا رب يا رب اللي في بالي هو اللي تنكسر رقبته وتتدلدل كده على صدره ويبقى ماشي برقبته مدلدله. وبعدين انت قلعت الجزمه ليه يا حته جزمه؟ البسها تاني. يا ما انا لطه حرام عليكي، كل شويه اقلع والبس والبس واقلع، الجزمه ضيقه قوي ورجلي وجعاني قوي. شرشوفي، مش انا قلت لك يا حبيبي محدش قلعك الجزمه غيري؟ حصل. وانت عايزه تقلعي الفردتين؟ انت فرده وانا فرده. انت فعلا فرده وفرده قديمه كمان، وبعدين حرام عليكي مفيش في قلبك ذره رحمه حتى حته الراجل عايزه تقسميني فيه. عارف يا شريف لو ما سابتش رجلك والله لاكون قطعها لك. طب وريني هتقطعيها ازاي؟ وريني يا جماعه، دي رجلي اللي انتوا بتتكلموا عنها دي، حرام عليكم بقى. انت عارف يا شرشفتي اكتر حاجه كنت بحبها فيك ريحه رجلك المعفنه. وانا يا حبيبتي لسه على عهد وريحه رجلي معفنه. اخس عليك يا شوشو، كل الكلام الحلو اللي بتقوله لي بتقوله لها دي. العدل
افضلي انت كده غيري مني لحد ما تكشي وتنقرضي وتبقي شبه الزومبي. شبه الزومبي؟ ليه ان شاء الله؟ ده جوزي على فكره، ولو فاكره اني هسيبهولك ده بعينك. اوعي يا حبيبتي تكوني فاكره شويه المحن والسهوكه والخنفان واللي بتعمليه ده هيخيلوا عليا. لا 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 لا، نيفر ايفر فور ايفر. انا المحن؟ ده انت صحاله يا بتاعه الاعمال تلاقيك عامله له عمل ولا اتنين. هو انا لو عامله له عمل كانت السلعوه دخلت بيتي؟ وبعدين بصي لنفسك الاول يا ملزقه يا معظمه، شوفي عودك وشوفي عودي. ملزقه ومعظمه؟ ده انا جمالي طبيعي يا حبيبتي، جمالي رباني. امال انت اللي كلك نفخه يا منفوخه. انا منفوخه يا بنت المنفوخه؟ ده انت يومك مش معدي النهارده. يومك مش معدي. ده انا هموتك يا جماعه. هموتك انت. طب قلعوني الجزمه الاول. يا جماعه مش كده. يا منالوتا يا ميزون حرام عليكم. وإن قلت يا أخويا الأكل كتير، الأكل كتير، وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبسير، يصرخ ويقول يا دي النيلة السودة يا ربي، إحنا مش هنخلص من موال منال وميسون ده. بس يا علي، علي يا علي، أنت مش سامعني بنادي عليك؟ ما ترد عليا. لا سامعك، سامعك ومش عايز أرد. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني ايه سامعني وما بتردش ليه؟ علشان عارف انك هتقولي لي تعالى عشان نروح نشوف خناقه ميسون ومنال. ايوه صح، كنت هقول لك كده. ويلا بينا بقى نروح لهم قبل ما يخلصوا على بعض. روح انت يا انجي، انا مش ناقص وجع دماغ. يعني ايه روح يا انجي؟ ما يصحش ادخل عليهم ايدي فاضيه كده يا علي. هو انا علبه كاتوه هتخش بيها يا انجي؟ لا يا علي، بس انت جوزي، يعني تيجي معايا يبقى في خبطه كده شلوت كده اهو تشيل معايا. بصراحة يا علي أنا خايفة أروح لوحدي. شلو تيجي كده، خبطة تيجي كده، والبسها أنا طبعا. طب يلا يلا وأمري لله. يلا يلا يا علي يلا. رجاء يا رجاء، نمتي معايا يا علي؟ أنت نمت. رجاء رجاء رجاء. إيه 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 يا رجاء يا رجاء يا رجاء، كرهتوني في اسمي. لا معلش حبيبتي، انا انت بس مش سامعين، مش سامعين الصوت اللي جاي من شقه منال وشريف. ايوه سامعاه. ايه في ايه؟ عادي، ما كل يوم في خناقه، ايه المشكله يعني؟ هم وراهم حاجه غير كده، ده كل ساعه بيتخانقوا، يوم ما يتخانقوش يضربوا بعض بالقليمه. زار انا جايه عشان يعني رجاء انك تيجي معايا ندخل مع بعض، علشان انا بصراحه خايفه ادخل لوحدي. تدخلي لوحدك؟ ومال اللي جنبك ده يبقى ايه؟ ما هو نايم اهو زي ما انت شايفه. وبعدين انا كل مره ادخل انا وعلي بيقف ورايا، فبلبس كل الشباشب في وشي. لا يا حبيبتي، انا اخر مره دخلت اخدت غرزتين في وشي، مش جاي مش جاي كده يا رجاء. ماشي. طب بقولك ايه سموره، ايه رايك انت لسانك جميل وحلو، يعني ممكن تدخل معايا نقول لهم كلمتين يهدوا الجو شويه؟ حبيبتي على عيني، انا اخر مره دخلت دخل في بقي شبشب زنوبه قد كده. الشبشب اللي انا بدور عليها هي فين؟ انت مالك، ده بتاع زنوبه. زنوبه ايه ونيله ايه دلوقتي؟ علي ما تقلقيش يا انجي، اعتبريني درع وسيف وراكي. ورايا برضو يا مامي. علي يلا يا جماعه يا جماعه، مش كده مش كده، بالراحه بالراحه. انت عامله زي الوتوات اللي معكشش في بيتي. بالراحه. طب احنا قلنا ايه؟ قلنا منالوتا تشوف ميسون. تقول لها حد في عيلتكم مجنون. طب بلاش، قلنا ميسون تشوف منالوتا. تقول لها موتك يا قطه. يا جماعه مش كده كده، هنضطر نعزل. ما صدقت لقيت شقه تكفينا. يا منال يا مجنون هتموتوا بعض كفايه. اهلا اهلا علي وانجي، اتفضلت. خدي لك ساعه الانجي بسرعه. اهدوا بالله يا بنات، صلي على النبي. بس صلوا على النبي، في ايه؟ اهدوا. وانت سايبهم كده اهوت يا خرنج. يا عم بيفرموني وانا بخاف منهم قوي. مش ممكن يا جماعه على طول خناق خناق؟ انتوا ايه بتجيبوا الصحه دي منين بس؟ انا عايزه افهم. طب انا هشهدك يا انجي. يرضيكي اخش على فجاه الاقي البتاعه دي بتقلع جوزي حبيبي الجزمه؟ على فجاه؟ لا ما يرضينيش. هي الخناقه دي كلها عشان جزمه المعفن ده؟ شايفه يا هانم بيقلعوا الجزمه. هي ما بتقلعكش الجزمه؟ يختي 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 يختي.
لا معلش، في هنا توضيح يا استاذ علي. هو انا مش بقلعه الجزمه حبا فيه، انا بقلعه الجزمه عندا فيها، لكن انا لو عليا اجيب الجزمه. ها ايه رايك يا استاذ علي؟ تحب انا كمان اقلعك الجزمه واديك بيها؟ لا هفضل لابسها. ما هي خنقت امبارح كانت عشان البتاعه دي عايزه تاكل شوشو حبيبي في بقه وانا لا. شايفه يا هانم بياكلوا السحليه دي في بقه. هي ما بتاكلكش في بقك يا اختي؟ يا اختي يا اختي يا اختي اكيد يا حبيبي مش بياكلوه بقه حبا فيه، اكيد عايزين يسموه يقتلوه بالسكينه يقطعوه في اكياس يعبوه. تحب يا لولو؟ طب انتوا بتعملوا ده كله علشان التافه ده؟ امال لو معاكوا واحد طول بعرض زي تعملوا ايه؟ قصدك ايه يا علي؟ ها قصدك ايه علي؟ علي خلي بالك، لو انت طول بعرض فانا كلي مميزات. اديني ميزه واحده. يعني انا مش فاكر دلوقتي ولا ميزه، بس اكيد في ميزه بنات. انت عارف ايه الميزه؟ ايه؟ انك اتفه واحد في مصر. هي دي اللي بدور عليها. بقول لكم ايه، انتوا الاثنين لازم تهدوا كده بقى وتستهدوا بالله، مش ممكن على طول خناق خناق خناق. اتشميتوا في العماره. طلعتوا شياط؟ تشمين الشياط اللي انا شماه؟ هو ده؟ ايوه هو ده. لا مش ده، في ريحه شياط. لا دي مش رحيتكم، ده الاكل بيتحرق على النار. من كل الله يا ظلمه، من كل الله. ايه خديني معاك يا انجي، خديني خديني معاك، خديني معاك يا مجانين يا ولاد الكلب. ايه ده يا مامي؟ ده رز محروق ومهب بستين الف نيله، منهم لله الجزمه اللي اسمها منال والشبشب اللي اسمها ميسون، هما اللي خلوني احرق الاكل. اتعبت فيه، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش هممني الاكل اللي اتحرق، انا كل اللي فارق معايا بس العيل المعفن الجربان ده. الاتنين اتنين بيقلعوا الجزمه. يا شيخ انت بتصدق الكلام ده؟ لعلمك بقى شريف ده غلبان وعبيط وهبل، والاتنين عاملين زي رايا وسكينه ومطلعين عينه ومسودين عيشته. يا ريت يا ريت تبقى عشتي سودة زيه، واحدة تقلعني الجزمة والتانية تأكلني بقي. والنبي ايه؟ انا ممكن أأكلك في بقك عادي جدا يا علي، بس في حالة واحدة. ايه؟ لما تتشل يا علي. يا ساتر. بوبي تعال اقولك على نصيحة، ما تعمل زي أنكل شريف وتتجوز على الست دي. الست دي؟ الست دي أمك، وانا قال ايه بقول سولي ده قلب أمه. سولي ده ما حصلش حتى فشة أمه. بقولك ايه يا بوبي، انا موافقه جدا على الفكره دي لو طلعت ست حلوه وروشه، بس ما تطلعش مقفله زي مامي بليز. مقفله؟ مقفله يا بنت المقفله؟ طبعا، ما انت عايزه تمشي على حل شعرك. انت يا بنت شعرك ده تضفريه، انتوا ما ينفعش معاكم غير حاجه واحده بس. لا 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 ايش ايش قله الادب صحيح. حلوه وروشه، يا حظي المهبب. والله حظك مهبب مش كده يا علي؟ بتعرف انت منعذر يعني. بقى انت بقى يا علي عايز تتجوز عليا وتجيب لي دره؟ يا اولاد يا اولاد هاكل انا الفراخ محروقه محروقه. ملعون ابوك يا عوزه لما تتجوزي لوزه. تصدق يا اخي مراتي بتتخانق معايا عشان ايه؟ بقول لها نفسي مره حد يقلعني الجزمه. طلب طلب زوج محروم محروم ايه يعني؟ خلي الواد الجربان صاحبنا ده ابو ما تفهملوش حاجه، ده متجوز اتنين اتنين، واحده شبه جوز جودزيلا والتانية شبه سامح حسين. شفت شفت الحظ يا ساتر يا رب. في صحتك في صحتك. اشرب هتفرج. ده انا نفسي اتجوز واحده شبه جودزيلا. هتلاقي انزل السوق الحره مليانه. ايه رايك في المشروب الجميل ده؟ ده احنا بنشرب ايه؟ ده كوكتيل انا عامله، بنسلين على اسبرين على فايزين على ستريبتوكين. من انا حاسس ان انا يعني يبقى اشتغل المشروب اشتغل. اوكي اوكي يا اخي
يا اخي نفسي نفسي. نفسك في ايه؟ كمان كاتش كان ريفال الولو كمان نانا نفسي فيها ونفسي في لولو كمان نانا طز في جوجو وطز في لولو. تخيل يا رجاء الراجل الناقص بعد العشرة دي كلها وتلات عيال ما بيننا قال ايه عايز يتجوز عليا. امال تقول ايه عن الناقص بتاعي انا الدكتور سمير عايز يتجوز عليا يا حبيبتي. عارفة ليه؟ ليه؟ عايز واحدة تليف له ظهره المقشف. تليفه؟ ما تليفيه يا رجاء، سمير عايز يتليف ليفيه، ما تخليش نفسه في حاجة. السلام يا اختي. بقولك ايه؟ لازم نتصرف في جوز الغربان اللي جنبنا دول. رجالتنا كده هتبوظ ومش هنعرف نلمها. والله عندك حق يا انجي. عارفة بقى نقنع شريف انه طلقهم هما الاثنين، يا اما بقى ياخدهم ويعزله من هنا. لا انا عندي فكرة احلى بكتير. ايه هي؟ ايه رأيك نصالحهم على بعض؟ يعني نخليهم يحبوا بعض كده ويعيشوا في امان وسلام عشان احنا نرتاح. انت غريبة جدا يا انجي. دول ضراير. عارفة يعني ايه ضراير؟ عمرك شفت ضراير بيحبوا بعض؟ عمرك شفت ضراير بيتمنوا الخير لبعض؟ عمرك شفت ضراير عايشين مع بعض؟ عندك حق والله يا رجاء، بس بصي احنا نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا. تاخدي؟ لا انا عامله ريجيم. ريجيم يا اختي. مش معقول، مش معقول ابدا يا شريف. كل يوم ضرب وخناق بسببك، ويا ريتك في الاخر حاجه تستاهل. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان كنتوا صعبانين عليا قوي. ما يصعبش عليك غالي يا استاذ علي، وبعدين الزعل بيبقى على حاجه تستاهل. بصراحه انتم مقطعين قلبي. سلامة قلبك يا حبيبي، ده اذا كان عندك قلب يعني. لما تبقى سحليه زيك انت متجوزه اتنين، شعور رجالتنا رجالتنا يبقى شعورهم ايه؟ ده انت عملت طفره في العماره وافتكرت نفسك الحاج متولي، وانت يا دوب دخلت عالم الانسان من يومين. يعني انا قبل كده كنت زواحف؟ ده هو اللي حيوان ان هو سابكوا تاكلوا في بعض كده وهو ولا على باله. الجنازه حاره والميت كلب. بصراحه انتوا كلكم كبيركم كده تتباسوا وتترموا جنب الحيط. الدكتور لاحظ انك بتتعني في انوثتي، ارجوك وجه كلامك للحيه الرقطاء دي. تقصد ايه نتباس ونتحط جنب الحيطه؟ تقصد ايه؟ فاكره انا ايه يعني؟ معزتين متجوز معزتين بيجروا ورا سحليه. وبعدين في حد يقعد ضرتين في شقه واحده؟ ليه عايزهم يخلصوا على بعض؟ وانا كنت ساعات بفكر فعلا اقتلها واخلص منها. شايفين دي وش اجران؟ دي سفاحه كرموز. شريف جايب لي سفاحه يا دكتور. وليه ده كله؟ انتوا عارفين اللي عاملين عليه المولد ده كله بيقول عليكم ايه؟ ايه وش فقر؟ هما الاثنين وش فقر. ولما هما الاثنين وش فقر اتجوزتهم ليه؟ عشان خايف منهم قوي. ولما انت خايف منهم قوي ما تلم الدور بينهم وخليهم صحاب. ما هم لو بقوا صحاب مش هيتخانقوا مع بعض وهيتخانقوا معايا انا وهيبهدلوني قوي. يعني انت عايزهم يفضلوا ناقر ونقير كده على طول؟ ايوه هو عاوزكم كده لغايه ما واحده فيكم تقوم تقتل التانيه. واحده تخش السجن والتانيه تموت، يروحوا على طول متجوز عليكم واحده ثالثه. نهار ابو اسود. طب والعمل يا شريف؟ العمل انك تصلح ما بينهم وتهدي الجو. ايوه المفروض، المفروض يعني انك انت الراجل، يعني دي مسؤوليتك انت. بالظبط. خلاص عشان خاطركم هظبطها. ده انت ليلتك مش معديه. ليه بقى انا وش فقر يا شريف؟ الله 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 الله، مين قال كده؟ إيه ده انت الحب المستحيل يا حبيبتي. وانا وشي يقطع الخميه من البيت صح؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده؟ لا طبعا انت ده انت العشق الممنوع. انا مش فاهم، انا هتجنن عيل تافه زي ده يثبت اتنين في وقت واحد؟ مش زي ناس على لسانهم كلمه واحده. جعان عايز اكل. طب انا جعان عايز اكل. انا مش فاهم عيل تافه زي ده يحبوه اتنين وانا لا ليه؟ اصل انت ما تعرفش حنيه الراجل ممكن تعمل في الست ايه؟ ممكن تعمل معجزات. يعني انت يا شوشو يا حبيبي بتحبني قوي؟ طبعا يا حبيبتي قوي قوي. شريف. لا لا احنا قلنا ايه؟ مانالوتا تشوف ميسون تقول لها جود افتر نون، وميسون تشوف مانالوتا تقول لها وحشتيني يا قط، وانت كمان يا بروتا. لا مسيطر مسيطر قوي يا جوجو. وانجي تقول ايه لعلي؟ اقول عيني عليا مع هالهوتا.
وعلي يقول إن إنجي أقول لها جعان عندي زغطة، وأنا أدخل سمير أخذ منه قطة. طب يلا بينا، يلا بينا يا قطة. يلا حمرت لك البطة بقى. انت يا معزه يا سهتانه، انت ده ايه شلتك؟ ما انا قطه ميسون. لا يا جماعه، يا جماعه مش كده، لسه عمالين نقول ايه؟ واحد، لا مش كده، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، البطل. انا لازم اعمل محضر في الواطيه دي، هجمت عليا زي السلعوه وقرمتني من دماغي. يا منال مش كده يا حبيبتي، انت وسلعوه برضو، انت وميسون برضو اهل، ما يصحش يعني الاغراب يدخلوا بينكم. لا مؤاخذه يا حسين، وانا قطعت لي هدومي ما تبقاش الا الملايه دي انزل بيها، وكسرت لي دراعي. معلش يا حبيبتي، معلش يا ميسون، عندك دراع غيره يا حبيبتي. معلش يا استاذ كلسون، اهدى بس شويه، احنا لازم نفتح محضر. لا لا كلسون ايه، دي الانسه ميسون، قصدي مدام ميسون، حرم استاذ شريف. انجي حرمين الاستاذ شريف. انسه؟ معلش اصل الملايه مغطيه. ما علينا، لازم نفتح محضر حال. لا لا لا، محضر ايه، خليك محضر خير، دي مسائل عائليه، ما يصحش تدخل اقسام. لا لا يا انج، عائلتني انا، باكلش معايا الكلام ده، انا قدامي جنحه ومحضر، يعني لازم افتح محضر حالا، ده رزق، حد يقول لي رزق؟ لا انا مصممه افتح فيها محضر دي. ما ينفعش كده يا ميسون يا حبيبتي، المسامح كريم. انا لا اعرف سامح ولا اعرف كريم، ولا حد فيهم هيشفع لها عندي. على جثتي انجي. انا ابتديت الاحظ انك معاها، ها ابتديت تعمليها على انها بني ادمه زيي. وانا انا حاسه انك متحمسه لها، انا عايزه اعرف انت مع مين. اعترفي انت معايا ولا معاها، بدل ما شخرمك هنا. بس بس حرام عليكم، انا الوحيده اللي رضيت اجي معاكم الاسم. مينوب المشخرم المخلص اللي شخرمت هدومه. بقول لكم ايه، انا مش فاضي وجع الدماغ ده. عسكري نبيل. ايوه عسكري نبيل. تمام يا فندم، خد الستات المهابيش دي وحطهم لي في الحجز. ايوه خد المهابيش دول على الحجز قدامي. ايه ده، متحول ولا ايه؟ بيقول لك دول دول. لا انت حلوه، حلوه في عينك. يلا قدام يا حسين، يلا قدامي. قول الله يا ماما. ارتحتي يا دوت القس؟ اه اتفضلي اقعدي يا هوان، اتفضلي. مش الصلح خير بقى ونتصالح احسن؟ ها أه؟ يا دار يا دار يا دار يا دار، قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار؟ راحوا في 60 داهيه يا اختي، راحوا في 60 داهيه. دلوقتي بتسالي على حبايب الدار؟ انا تدخلوني الحجز منكم لله عشان تتبسطي. يا خربت البيوت انت، اديني يا اختي اترمينا كلنا اهو عشان تتبسطي. اسكت خالص، مش عايزه اسمع منكم ولا كلمه. طب انتوا تترموا في 60,000 داهيه، انتوا بتتخانقوا، انما انا ذنبي ايه؟ عندي 3 عيال. ده انتوا حتى في الحجز مش راحمين نفسكم، جاتكم البلا. انتوا بقى كده بالصلاه على النبي جايين في ايه؟ اداب؟ خرسي اداب ايه يا ست انتي؟ انا مذيعه وصحفيه محترمه. ما كله في الاول بيجي يقول كده، وفي الاخر بتطلعوا على شقق مفروشه ام عربيات مفيمه. في ايه مفيمه دي يا استاذه؟ احنا جايين هنا في قضيه ضراير. لا لا يا وليه سعرانه انت، ابعدي عني ابعدي عني. بقول لك ايه، انا مذيعه مشهوره وممكن افضحك، انا في حمله لقلق تحرش بس عشان بدرس بس بس. لا 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 يا مدام، لا لا ما ينفعش كده، ابعدي عني، انا في معايا في نفس الحمله ارجوكي. لا 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 لا، بقول لك ايه، لا انا رئيسه الحمله شخصيا، اللي هيقرب منكم هعمل معاك جلاشه. اشكال غلط اشكال غلط. طب انا بقى هوريك هتعمل فيك ايه الاشكال غلط. سونيا. لا لا لا، انا حضرتك فهمتيني غلط. ثانيه واحده بس يا سونيا، انا بس هفهمكم انا قصدي ايه. اه لا لا، انا هقول لكم بس، منك لله يا شريف، انت وجوز الغربان دول. لا لا لا. شفتي علي اللي جرالي يعني؟ ضربت واتبهدلت علي. وانت سبتني اروح لوحدي القسم، طلعت ندل. ما انت اللي حشرتي نفسك، ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه. يا ريت جت على هدومي بس يا علي، ده انا جسمي كله اتقطع. الله يبارك له، الله يبارك له، العسكري شالني من تحت الولايه المتحرشه دي، متوحشه قوي، كانت هتجيب وشي بالموس.
وكانت عايزه تعمل حاجات قبيحه قوي. ادي اخره اللي اتدخل بالاتنين ضراير. وبعدين اتنين ضراير ده يعني معناه اتنين ستات، ودول لا يمتوا للانوثه باي صله. انا لو من الواد شريف ده كنت قتلتهم. يا سلام، مش انت كنت عايز تعمل زي وتعيش في جو الحاج متولي ده؟ وانا ليا بركه غيرك انت يا مراتي يا حبيبتي يا ام عيالي. ربنا يخليك ليا يا علي، بس احنا بصراحه لازم نصالحهم على بعض، ما ينفعش يعني نقف نتفرج عليهم كده يعني. تاني يا انجي تاني، انت ما كفاكيش اللي جرالك؟ ايوه تاني يا علي، يعني الجيران لبعضها، ما مره كسروا ايد بعض والمره الجايه هيقتلوا بعض. عارفه يا حبيبتي، عارفه احلى حاجه فيكي طيبه قلبك. انا بصراحه نفسي اطلب منك طلب كده، يا ريت تعمليه لي. اؤمر يا علي. عايز ايه؟ عايزك تقلعيني الجزمه. هو انا ممكن اقلعك حاجه تانيه يا علي؟ ايه يا عفريته؟ لا انت كده فهمت غلط، انا ممكن اقلعك سنانك، اقلعك ضروسك، اقلعك من هنا خالص كتكميلك، وانت اصلا بتعرف تقلع. يا ساتر. روح نام يا علي، روح نام. طب والبتاع ده اعمل بيها ايه؟ اعملها كمادات يا علي، كمادات. ها؟ كمادات عشان تهدى كده. مخرب بيت الجواز على المتجوزين، ده كانت ليله سودة. يا ريتهم كانوا اتحرشوا بيكي. فريسكا 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 فريسكا، احلى فريسكا يا رجاله، احلى فريسكا بقى بمزاج. قول قول يا فنان، قول وفرحنا بقى متجوز اتنين وعايش سعيد، احكي لنا. ثانيه واحده ثانيه واحده، فنان ايه؟ انا هنا اللي فنان. انت متجوز اتنين؟ لا. يبقى تخرس خالص. قول يا فنان قول. بص يا سيدي انت وهو بصينا، بص يمكن تستفيدوا بحاجه. اتفضل بصين. فرق تسد. ده كان عنوان مهرجان القاهره السينمائي الدولي الافريقي، كان نور الشريف وإلهام شاهين عاملين فيلم. يا سيدي امه اسكت شويه، خلي الراجل يقول لك الكلمتين بتوعه. قول يا مصيبه انت راخر. اقول يا استاذ شريف فرق تسد. يا سيدي ما تخلص، فرق فرقنا وسدينا. اتفضل. بمعنى انه طول ما الاتنين متخانقين وضربين بعض بالجزم انت عايش مبسوط، انما بقى لو الاتنين متصالحين تعرف ان عيشتك هتبقى طيب. والله والله. يبقى لازم طول الوقت توقع وتفرق، وتفرق وتوقع، وتوقع وتفرق، وتفرق. خلاص خلاص يا ابني، الراجل داخ مننا ده راجل كبير، وانت فاكر مش عارف. لسه واحده، وتوقع وتفرق، وتفرق وتوقع كده. يبقى انت ضامن انك تعيش زي الفل. فهمت ولا اقول تاني؟ فهمنا ولا نقول تاني؟ ما انت متجوز انت ستات انت، ده انت متجوز غربان. قوم ياض، انت ما انت بتشرب شيشه قدامي؟ انت بتشرب شيشه قدامي؟ طب خلاص اسف. انت بتشرب؟ طب اشيل من هنا يلا، امشي يلا. طب هات الشبشب. طيب شيب يلا، غرفه 60 داهيه. وهات الشبشب بتاعك اهو. روح اهدى اهدى، انت مصيبه سعيد. قاعد اتفرج تاسو اتفرج. امشي ياض، يخرب بيت شكلك. استنى بس، ده كداب. اسمع بس، بمناسبه فرق اللي انت بتقولها دي، تعالى بقى نفرق على بعضينا شويه فريسكا ونروق بعض. ماشي؟ الواحده ب2 جنيه. ها 2 جنيه ايه؟ انا صاحب السطوح. دي بالبندق. طب دي بكام؟ دي جنيه ونص. عشان هات هات 5 جنيه يا عم مغاوري. خد يلا يا عم هيص، مفيش اي حاجه يا سيدي. انا مستقبل انا كده على فكره. بديك على وشك. هات. لا انا عايز سوداني. بمعنى انه طول ما الاتنين متخانقين وضاربين بعض بالجزم انت عايش مبسوط، انما بقى لو الاتنين متصالحين اعرف ان عيشتك هتبقى طيب. والله والله. يبقى لازم طول الوقت توقع وتفرق، وتوقع وتوقع وتفرق. خلاص خلاص يا ابني، الراجل داخ مننا ده راجل كبير، وانت فاكر مش عارف. لسه واحده، وتوقع وتفرق. خلاص وتوقع كده. تعيش زي الفل يا ابني. الدوره هناك اهي، جبت لي التهاب رئوي. ما انت واكل 12 لغايه دلوقتي. اعمل ايه؟ حلو وجعان جعان. انت ما بتحاسبش يا شعبان. اعمل ايه؟ ده الواحد ناقص، هو الواحد ناقص صداع في البيت لما يجيب لنفسه صداعين. ده الستات دول عاملين زي الجراده، اول ما يمسك فيك كده هوت ما يطلعش الا بالدم. دم ايه القرف ده يا جماعه؟ انتوا مقفورين الموضوع يا جماعه. الستات دول نعمه من عند ربنا، الدلع كله، الحنان كله، الهشتكه كلها. يا راجل اتنيل
دلع ايه وحنان ايه وهشتكت ايه؟ انت هو انت شفت اللي عندنا؟ انت شفت النسوان اللي عندنا؟ ده انت تدخل البيت ما تعرفش دي نايمه ولا صاحيه ولا جايه عليك ولا مروحه، ما تعرفش وشها من قفاها. لا 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 يا جماعه، لا لا، الستات يا جماعه في اي وقت وفي اي زمان هم الستات، ولو انت قافش زبط. ايه زبط دي؟ يعني عادي يا عم، اتجوز عادي، طلق عادي، زبط اي واحده تانية عادي. يا راجل انت دريان بحاجه، ده الستات اللي عندنا اول ما يشوفوا الراجل هوب يقوموا مكلبشين فيه، عارف الكلبش بتاع العربيات؟ يقوموا مكلبشين فيه كده حتى لو دفعت الغرامه. طب انا مالي انا شعبان؟ ايوه يا استاذ وائل، بس والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا لو عندي الامكانيات نتجوز تاني وتالت ورابع كمان. اتنايل اتنايل، انت كذاب على فكره، انت اتنايل تتجوز تاني وتالت ورابع؟ ما انت شايف اهو شريف البورس، البورس متجوز اتنين ومفضوح ليل نهار في العماره. يا راجل اتنايل اسكت. هو الشريف ده زي انا يعني؟ عندكم حق، مستهون بالستات يا اخويا، دول مجانين، هاني مولى بمنديل بقويا، دول مجانين، دول 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 خبلانة. لا ثواني ثواني، انت شكله كليب من حقي بقى اصور، عايز ابتسامة لطيفة وتخلي بالك من الكنكة. ها دول 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 خبلانة، اللي فاهمهم راسه تعبانة، يعمل ايه حمك في كنكة كان غيرك اشطر. دول 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 خبلانة، اللي فاهمهم راسه تعبانة. يا منال يا منال يا حبيبتي، اعقلي وهدي الجو شوية. اعمل ايه يا اختي؟ ما هي اللي عايزاها حريقة. اتهدوا انتوا الاتنين، مش ممكن، مستشفيات وروحنا، اقسام ودخلنا، ناقص ايه تاني؟ ما هي اللي بتغزني يا انجي، كل شويه يا اختي تقعد تدلع على الراجل، وانت عارفه يعني شريف مش واخد على الحاجات دي. طب ما تتدلع اتدلع انت كمان، في حد ماسكك؟ ما هي مش مدياني فرصه. الله، كل ما شريف يجي من الشغل اجري عشان اقلعه الجزمه، الاقيها يا اختي سبقت وسلتت الفردتين. طب تسيب لي فرده اقلعها للراجل؟ كتك القرف، هو ده الدلع؟ تقلعوا الجزمة؟ جاتكم القرف انتوا الاتنين. يا حبيبتي يا حبيبتي، انتي مش بتيجي تستشيريني، عارفة لو بتيجي تستشيريني ما كانش حصل كل ده. العيب مش على ميسون خالص، العيب على شريف، هو اللي بيمد رجليه. لو مش بيمد رجليه مش هتعرف تقلع حاله. صدقي عندك حق. طب سيبك من دي، انا كل ما احط الاكل على السفرة تروح جارية زي الفرقعلوز ماسكه طبق الملوخية ودلقهوله في بقه. طب يا اختي تسيب لي شفطة واحدة اسقيها للراجل. برضو الغلط عليكي، ما بتجيش تستشيريني. يا حبيبة قلبي، الغلط مش على ميسون خالص، المشكلة في شريف، هو اللي مادت بوزه. لو مش بادت بوزه هيشفط ازاي؟ صدقي يا انجي عندك حق. يعني كده الواتشة اللي اسمها ميسون جي حرام، لا ظلمتها، عدها العيب وقزح. العيب بقى الحقيقي على الراجل العرة الناقص اللي انا متجوزاه. هو عرة وناقص. بقولك ايه، ميسون دي طيبة وغلبانة، وانت كمان أغلب منها، أنا عايزاكوا تحطوا إيديكوا في إيد بعض وتبقوا حبايب. ماشي؟ مش مطمنة لك خالص. يوسف، كنت عايزة أسألك سؤال، هو أنت ممكن تتجوز عليا؟ آه بس بشرط. إيه هو؟ إنك أنت تختاري هولي. يعني أنت فعلا ممكن تتجوز عليا؟ ماشي يا يوسف، يبقى أنت كده مش بتحبني. إزاي يعني؟ ده أنا عامل كده عشان خاطرك. إزاي يعني عشان خاطري؟ أيوة يعني لما أنزل وروح شغلي دلوقتي مين يقعد معك يسليكي بدل ما تقعدي لوحدك؟ يعني مثلا لو حبيتي تلعبي بلاي ستيشن مين يلعب معك لحد ما أرجع أنا؟ مش عايزة ألعب، أنا زفت بلاي ستيشن. تزعلتي ولا إيه؟ ده أنا أعمل كده عشان خاطرك. لا أنا موزج للتضحية قوي، تصدق سيبت عليا؟ أمال أنت فاكرة أنا هتجوز واحدة تانية عشان أنا ما بحبكيش؟ ده أنا ما بشوفش موزة قدامي غيرك. بجد؟ مش بتشوف قدامك غيري؟ طبعا يا بيبي. يا ميسون يا حبيبتي، انا عايزاكي تعقلي وتهدي الجو. ما هي يا اختي اللي عايزاها حريقه. عايزاكوا انتوا الاتنين تتهدوا، مستشفيات وروحنا واقسام ودخلنا، ناقص ايه تاني؟ ما هي يا اختي اللي كل شويه عماله تغزني وكل شويه بتدلع في الراجل. وماله اتدلعي اتشغلعي، حد مسكك؟ صدقي معاكي حق، كل شويه تقلع الراجل الجزمه ومش سايبالي حتى فرد اقلعها له. يا دي ام الجزمه. بقولك ايه يا ميسون، المشكله حبيبتي ان انتي مش بتيجي تستشيريني، عارفه لو بتيجي تستشيريني ما كانش حصل كل ده. العيب مش على منال خالص، العيب على شريف، هو اللي مدد رجليه. هو لو ما مدش رجليه هتقلعها له ازاي؟ صح مظبوط. طب حتى لما الاكل يتحط على السفره تقوم ماسكه طبق الملوخيه وحشراله الملوخيه في بقه. طب تسيب لي شفطه اديها للراجل. هو ام طبق الملوخيه ده. بصي انتوا تاكلوا الملوخيه جوه الجزمه. بصي يا ميسون،
المشكلة حبيبتي إن أنتي مش بتيجي تستشيريني، عارفة لو بتيجي تستشيريني ما كناش وصلنا للوضع ده. العيب يا حبيبتي مش على منال خالص، العيب على شريف، هو اللي مادت بوزه، عارفة لو مش مادت بوزه هيشفط الملوخية إزاي؟ صدقي عندك حق فعلا، العيب مش على منال، العيب على الراجل الناقص الواطي اللي أنا متجوزاه. وهي قالت عليه كمان إنه واطي، وأنتي واطية. إيه؟ لأ قالت عليكي فلة. بصراحة كده منال بنت حلال وغلبانة، وأنتي بقى أغلب منها. أنا عايزاكوا تحطوا إيديكوا في إيد بعض وتبقوا حبايب. هو أنا ممكن أفكر يعني. أبو شكلك، الحمد لله إنه مش متجوز تلاتة، كان زماني قلت الكلام ده تلات مرات. منورة يا ميسون. أنتوا مربطيني كده ليه؟ أنتوا هتعملوا فيا إيه؟ هنعمل فيك إيه؟ ده أنت هتتقطع يلا. أنا بس والله العظيم بس مش عايز اسمع صوتك، مفيش اي تبريرات، اسكت خالص. كل التسجيلات سمعتها لمنال وميسون بودانهم دول، صح ولا غلط؟ صح. ده انا هعلقك في النجفه. منالوتا شيكو حبيبك يهون عليكي، الحقيني يا ميسونتي. ميسونتك ده انا لما اتعلقك في النجفه وانا هكهرب النجفه. بقى انت عمال تخليهم ياكلوا في بعض علشان طبعا انت هتشتري دماغك ومش فارق معاك ان شاء الله حتى يقتلوا بعض. انا خالص والله. خالص والله. خلاني اكل في البنت الغلبانه يا انجي واضربها وتضربني، ده انا كنت بتسحب بالليل وهي نايمه وقصقصتها في شعرها لما بقت شبه الزعافه، سحبت رصيدها اللي في البنك كله وجابت بيه كريمات تثبط للشعر، موتت ضميري وكل ده عشان خاطر البورس ده. بورس فعلا. ناولوني الشبشب لما اخلص عليه. لا ما حدش هيضربه غيري. انت عايزه تشاركيني في ضربه. مش جوزي يا حبيبتي. وجوزي انا كمان يا حبيبتي. وانت اللي جاي من بره. لا خلاص فينيتو، كلماتو، حلوين صحاب، كله هيضرب، كله هيضرب. انتي ضربة وهي ضربة، جاتكو ضربة، هقول 1 2 3 بالنظام كله يهجم. اوكي اوكي. 1 2 3 هجوم. حرام عليكم، الحقيني يا انجي. اطلعوا يا بنات. حرام عليكم، حرام عليكم. محدش بياكلها بالسهل.